الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعه صورتنا وصوتنا على القناه الوطنيه الاولى. سعداء جدا ان نكون معاكم اليوم الخميس في هذا البث المباشر، ناثوا مع بعضنا حوالي ساعتين من الزمن مع الفقرات اللي اعتدتوا بها في برنامج عائلتي بدنا. وسيله التواصل متاعنا هي الفيسبوك اسباس فامي الباج متاعنا، والا عن طريق الايميل اسباس فامي @gmail.com. نذكروا ونقولوا اليوم موضوعنا الحوادث المنزليه وكيفيه الوقايه منها، هذايا في الدوزيام بلاتو متاعنا بالتاكيد. بخلاف هذايا بارتي كرونيك كالعاده استنستوا بيها هيكل. مرحبا بيك هيكل يوسفي. مرحبا فاطمه، مرحبا بكل اللي شاهد فينا اليوم في برنامج عائلتي بالدنيا، برنامج اخر. قبل كل شيء نحب نتهنى على الناس اللي عداوا البارحه ليله فيها برشا امطار وبرشا ناس تخافوا شويه من الامطار، لكن الحمد لله تعديت بسلام على كل المواطنين، ونتمنى ان شاء الله السلامه لكل من يشاهد اليوم عائلتي بالدنيا وكل الاشخاص اللي تابعوا فينا بانتظام ان شاء الله. يعطيك الصحه هيكل، من بعديك تو نجيو في البوز دي جور ونشوف شنو حضرت لنا اليوم. نرحبوا بلبنى بالمنى. صباح النور. صباح النور، نتمنى ديما نعاود حظ سعيد اللي عدي في الامتحانات، وان شاء الله المفاوضات اللي تصير ما بين نقابه زاد التعليم الثانوي وما بين الوزارة زادة تكون فما حلول جذرية للموضوع هذا. ديما هاو كلمسة للصغار، ديما نخمم فيهم وفي قرايتهم، وإن شاء الله تلقاو اللي تلوجوا عليه في حصتنا اليوم. يعطيك الصحة لبنى. نرحبوا زادة بسمية الهاشمي العبيدي. صباح النور سمية. كل نهار خميس أو كساعات تجيب حدينا سمية تقدم لنا حاجات في دقيقة للأمهات بالتأكيد، هذا نشوفوه معاك في البارتي دقيقة للأمهات. نبدأ مع البوز دي جور مع هيكل. مرحبا بكم مرة أخرى في عائلتي بالدنيا. البوز دي جور اليوم اخترنا زوز فيديوهات. الفيديوهات اليوم باش يكون الموضوع نتاعهم هو المواهب والمهارات. المواهب والمهارات، باش نبداو بالحيوانات. كتعودوا علينا في برنامج عائلتي بالدنيا نحكيو في كل مره الطرائف اللي يصيروا للحيوانات واللي يستثمروهم البشر حتى تكون الضحكه ويخليوا الابتسامه على محياهم. الابتسامه اليوم جاتنا من عند حيوان لبس بطريقه طريفه ياسر، لكن الاطرف اللي باش تشاهدوه توا في الفيديو طريقه المشي نتاعو. شوفوا الفيديو، الشخص اللي يمشي موش دميه، هو حيوان كلب وقعد يمشي بطريقه يعني بمده طويله ياسر، لابس اللباس مش عارف يمشي للمدرسه، يعني المحفظه عنده، التربوشه البونية على الواقي من البرد عنده، يعني لباس كامل. والاكثر من هيك اللي هو كان يمتثل، هذه طريقه الترويض اللي قام بها الشخص هذا للكلب هذا، خلاه يمشي معها طريقه كبيره في الشوارع ولقى اعجاب عند كثير من الاشخاص. في الشارع كانوا الناس اللي شافوا الحيوان هذا منبهرين، وكانت ردود الفعل نتاعهم بين الاستغراب والتعجب. حيوان كما تشوفوا قعد المده طويله. هو هذه في اليابان، هو الغريب انه الياباني معناتها ما خليهوش يبدعوا. هو الابداع ربع العالم اكيد، اللي باش يكون في اسيا يعني باش يكون ثم برشا اشخاص، وبالتالي ثم برشا مهارات وثم برشا ابداع. الابداع كما قلنا جاي اليوم في ترويض الحيوان وتطويعه للاراده نتاع الانسان والاراده العقل البشري. العقل البشري ما خلى معمل، واليوم حب يلعب مع الكلب. نشوفوا التعريف كما قلت فاطمه، لانه الحركه هذه يقوموا بها الحيوانات، لكن مش يمشيوا المده هذه طويله من الزمن. واكثر من هكا انه يتبع في صاحبه يعني مولاه بامتثال، يمشي في الطريق كما لو كان تمشي انسان. تمشي هو اللي يوحي لك اللي هي تمشي هي الروبا يعني. تقول انسان، تقول صغيره. الفيديو هذه تنقلوها عديد المواقع كما قلنا الغريب. وعاملين له كرتاب لفوق ظهره. كل مميزات تلميذ ماشي للمدرسه. هذا هو الابداع الاولاني اذا كان صحه العباره في ترويض الحيوان وتطويعه لاراده العقل البشري. مازلنا في المواهب مع الفيديو الثاني، لكن الموهبه من نوع اخر، هي موهبه بشريه. ونقول علاش اخترت لكم الفيديو هذه، لانه من خلال الفيديو هذه ثم دعوه للناس اللي شاهدوا فينا طبعا. في البوز دي جور ديما نقولوا اللي نحن نختاروا عبره وحكمه نقولوها من خلال عائلتي بدني، لكن مطلبوه زادة من برشا اولياء اللي يصوروا في اولادهم وصغارهم يبداوا فرحانين بهم، ان يكون التصاور اللي يعملوهم للاطفال يبعثوا لنا. هذا الصغير اللي هو يغني، لكن طريف الأغنية ما عندها حتى ملامح، يعني تشبه لكل شيء إلا الأغنية.
هارمونيكا، واحد هارمونيكا. اغنيه الاغنيه هيك والله لغه الصغار. انا ما نجمش نفهمها الاغنيه هذه، ما قلنا التاريخ. فما حاسين يدعو للاهتمام ويخلينا نتسالوا في الفيديو هذه ويخلينا يعني نعجبوا بالفيديو. حنسمعوا الصغير شو يقول الساعة. شوف وي، اما نتمنى انك تفهمها. يقول يغني في نو وومن نو كراي. ما نتصورش لانه اللحن غريب شوي. هذه حماني بالانجليزية. حاجه باهية هيك تشوف الوالد كيفاش يشجع في بنته، معناها ما قلقش اللي هو ما فهم حتى شيء من الغنيه. واكثر من هكا هو موفر لها ولا موفر له الامكانيات الكل، يعني شوفوا الاورج الميكرو والهارمونيكا في يده، يعني يحاول يمشي مع الحلم الطفولي للابعد مدى ويحاول يوفر له مهما كانت الملامح الحلم هذه ما تبداش واضحه. هذاك علاش يقولوا في الفيديوهات هذا اللي هو اول حاجه رساله تشجيع الوالدين، مش بالضروره نطلبوا من ولدنا ولا بنتنا يكون الطفل الخارق ولا الطفل المثالي، هو الطفل في النهايه يلزم يلعب ويستمتع بطفولته. وعلاش قلت بالفيديو هذه هي دعوه، نحب نطلب من الوالدين اللي ديما مغرومين بصغارهم ويصوروهم في لحظات اللعب وكذا، يرسلوا لنا الفيديوهات هذو من عائلتي بالدنيا، وعلاش لا يكونوا هما محور البوز بتاع عائلتي بالدنيا وهما الموضوع اللي ننطلقوا من خلاله حتى نبداو نهارنا بضحكه اول حاجه وطرف. والفيديو هذه فكرتني ثم فيديو فاطمه ولبنى توجدت ايام الثوره، هي الفيديو نتاع الطفل اللي كانت عنده البطري وغني، وان اكثر الفيديوهات اللي لقات نجاحا في يعني المواقع الاجتماعيه، مش على خاطر الغنايه باهيه، اما خاطر الطرف والخاطر التلقائيه نتاع الطفل. وبالتالي نعرفوا اللي تلقائيه الطفل هي ما بين المحامل ولا ما بين لي فيكتور اللي خلينا نتمناو ياسر ونمشيو معاهم في الحلمه مهما كانت شخصيته مهما كانت صلابتك. ما نصورش تقاوم ضحكة طفل صغير وإبداعه وطفولته وعفويته. هذا ما الفيديوهات اللي اخترنا بهم باش نبداو إن شاء الله نهارنا فاطمة، وإن شاء الله يكونوا نالوا استحسانكم ورضاكم. يعطيك الصحة هيكل، هذه دعوة للسادة المشاهدين اللي مصورين أولادهم بطريقة الفيديو وتلقى معناتها طرافة في الحركة نتاع صغارهم، ينجموا يبعثونا عن طريق الصفحة نتاعنا إسباس فامي وإلا عن طريق الإيميل إسباس فامي @gregmail.com، وعلاش لا يكونوا هما محور البوز دي جور في البرنامج. باش نمشيو توا لدقيقة للأمهات مع سمية. صباح النور سمية، نعود رحبوا بيك. سمية شنو باش تحضر لنا اليوم؟ انا نشوفوا في ماكلة ونشوفوا في ديكوراسيون كالعادة، ديكوراسيون في كروشيت صغيراتنا اليوم وديكوراسيون على الطاولة نتاعنا ان شاء الله. كيفاه؟ نبداو بالمنديلاب شوية كيفاش نعملوا طريقة للتقديم. اي طريقة للتقديم، باش نزينوا الطاولة. جبت منديلة كبيرة باش تبدا واضحة ليكم انتوما. نطويوها على اثنين، من بعد نطويوها على أربعة هكا. ناخذوا الطرف هذي الجزء الأولاني من المنديلة. اي من المنديلة نعملوها هكا. ناخذوا الجزء الثاني ندخلوه تحت الجزء الأول. الجزء الثالث كيف كيف. به به توا ناخذوا الطرف من هنا، دخلوا الطرف هذي هكا، طريقة حلوة نزينوا بها الدار ونحطوا توا. بي سهلة العملية إن شاء الله السادة المشاهدين تبعوها. معناتها في كل طوية تحط في كل طوية تحط مغرفة مرة ولا فرشيتة ولا ونزيدوا لمستنا، يديو عنا نورات ولا أي حاجة في الدار نحطوها على الطاولة. هذا حاجة مزيانة إن شاء الله نستمتعوا بها المشاهدين وناكلوا بعد. ثم بعد ناكلوا
جبت لنا ماكلة معايا. جبت لكم أي ماكلة هي ما تعمل هنا وين نعملها للوليد؟ هي الماكلة هي حاجة أي حاجة مش موجودة في الريح خاطر ما تعملها سبيسيال. لمجة للصغيرات ونافعة وسهلة ياسر، تنجم حتى الصباح يبدأ فما شوية. لا والله هي ولدي عيط لها كسكرو. هي شنو فيها؟ جبن كاري. تنجم أنت تحط فيها أي حاجة، تنجم تعمل مثلا شوية لحم مفروم، شوية مع شوية جبن، مع شوية حاجة منفعة للصغير. تحط فيهم كعباتنا وتحط أي حاجة تنجم تحط فيها، تنجم تستعملها للطاجين زادة. شنو ليكم كيفاش أنا نعملها للصغيرات تبدأ سهلة و وفاسيلة فيها. شوفوا العجينة شنو شوف مستحقوا كعبة كريم فريش، كعبة شوية ملح، مغرفس شطار مغرفس زبدة. معناتها هكا كريم فريش؟ فوالا شوية ملح وشطار مغرفس صغيرة زبدة. باهي. كهو ونلموها بالفارين. باهي. تعطينا هذه كل كعبة كريم فريش تعطينا الباس هذه. باهي. فوالا. البات نتاع العجينة معناتها فارينة كريم فريش شطار مغرفة زبدة وشوية فارينة وشوية ملح. يعطيك الصحة. تعطينا هذه خلطها بالماء بالزيت لا تلمها بالفارينة كهو. تصب انت كعبة كريم فريش تحط شوية ملح شطار مغرفة زبدة وتلمها بالفارينة. قداش الكمية معناتها؟ انت تتلم لك ظاهرة كل ما تحط الفارينة كي تتلم لك تولي لك هكا ظاهرة معناتها مش برشا هكا فارينة نتاع 200 غرام من عرش لحظة. اما انت بالعين تعرفها العجينة ماهيش جارية وماهيش شادة روحها. هي كي تحلها بالقلقال تولي ورقة كيما البات فويتي هذيا اللي يبيعوها ورقة بات ورقة فيها برشا الحاجة الخايبة فيها برشا زبدة. اي فيها برشا زبدة ما فيهاش برشا زبدة وفيها ان بلوس الفارينة فيهاش فارينة وكريم فريش ما فيهاش البات فويتي. تولي ورقة هكا كبيرة. ناخذوا صحفة ونقصوا كل كل تعمل معناتها بشكل دائري وتحط فيه كعبة الفرماج. هاني جبت لكم هذيا بيتها كيفاش تجي ورقة. قصيتها انا هذيك بالصحفة نحط فيها هذي. علاش نستعمل الفرماج انا هذي؟ على خاطره الاخر كي تحطه يذوب تولي معناتها ما عادش تلقاه من بعد تلقاه هذي يقعد يشد روحه. يعطيك الصحة يقعد وفيه كالسيوم كل شيء للصغيرات. تثنيها هكا على اثنين وتاخذ الفرشيطة هذي وتسكرها هكا مع الفارينة. تغطس في الفرينه باش ما تلصقش الفرشيطه في العجينه. سكرها. ثم قوالب هما يشريهم حاضرين واللي ما عندوش. ايش نقول لك حاجه سهله وايش نقول لك ما تاخذش برشا وقت بالكل حتى الصباح تقوم كيما نقولوا قبل بشويه بركه وتعملها معناتها باش تحضر لهم للصغيرات. يعطيك الصحه وحاجه في الدار وزاده تنجم زاده تستعملها سالي كي يجيوك ضيف ولا حاجه. تجي هكا تحطها في الكوشه من بعد تقلبها. باش نوت دهنها باش تحط كان تحب انا هذه مثلا مش وريكم دهنتها بفص عظمه ظاهره تحب ما تدهنهاش هذوما ماهوش تقولي هيك نجرب انا نجرب في حاجات اخرى خاصه قلت نجرب سهله نجرب. وانا عندي ثقه المدام قالت والدتها ديما تعمل لها وهي عندنا وانا نعمل الصغار اي نعملها لولي ولي وتبدا كروكونت صغار يشيفوا عليها برشا هيك اي جرب ذوق وقول لنا اي تفضلوا. هذيك جبنه كهوا اي جبنه هذيك كعبه كهوا انا عملتهم البارح باش تريح. قداش تقعد في الفول؟ شويه مش برشا دوبلش اي دو تعس على انت تسخن الفوق ومن بعد تنقص عليه كي تحطهم تدهن جبنة. بالزبده جبن والباتي بات تدهن بالزبده ليه بنينه برشا انا وليدي يحبوا صغار كل ديجا بنينه وهي ليس لا بالحق بنينه ولا بنينه اما جست انا نتصور كان معناها مع جبن نزيدوا حاجات اخرين مكونات اي هذيك معناتها نحكي لك انا حاجه سهله تحط اللي تحب نجم تحط ساعات ولدك ما ياكلش الحاجه كي تحطي له في وسطها يولي ياكل. لبنه بنينه ولا مش بنينه؟ بنينه ما جست شويه ناقصه شويه ملح اي ناقصه خير خير لما حالة ديما نشجعوا احنا خير بنينه عملتها ناقصه وتنجموا تعملوا زيدا طاجين بها الورقه تقسموها على اثنين وتحلوا الورقه الاولى تنقبوها بالفرشيطه وتقريبا هذيك عجبتك منصوح انكم تعملوا ريسيت هذيا سهله وما تشدش برشا وقت تقريبا
عائلة يعني. كيكة شوية. وتنجمي نقول لك تعملوها في الطاجين زادة. طاجين ورقة. تقسمها على اثنين، تحل الأولانية تنقبها بالفرشيطة وتحطها، وبعد تحط الواحد نتاع الطاجين وتحط من فوق الورقة، تحط الحشو الخليط فوالا الخليط، بعديك تغطي بالورقة وتثني باش تسكرها. تجي زادة طاجين طيارة على الأخر. يعطيك الصحة سمية، يربوها وتشوفوا كيفاش تعجب الصغيرات. اكتشفناك في التزويق وفي الدكتور، عندي حاجة في الطبخ. يعطيك الصحة سمية، شكرا ليك على الحضور معنا. باش نمشيو توا للبارتي نتاع ميام ميام. لبنى ساعات تعملكم بحث في الانترنت وتشوف سواء كان على الانستغرام صفحات التواصل اللي يتبادلوا فيها العباد صور نتاعهم، والا تحضر لكم ماكله خاصه. واليوم باش تركز على الماكله الغذائيه. اللمجه الصغير تبدا صحيه وخفيفه. اللمجه نمشيو ميام ميام. اللمجه نتاعي فاطمه ماهيش باش تستحق لا فور لا حتى شيء، لا عجينه لا حتى شيء، حاجه سهله. معنا مثالش سميه. اقعد سامي معنا سميه معنا. باش تهز الصحن سميه ولا لا؟ لا خليه لكم. اقعد معنا انت والصحن. دونك شنو قلت؟ فما شكون سالني على الفيسبوك على لمجه كيفاش نعطيو اللمجه نتاع العشيه، خاطر قلنا ماذا بينا اللمجه نتاع العشره نتاع الصباح نحيوها باش الصغير يفطر مباشره. دونك نحكي على اللمجه نتاع العشيه كيفاش حاجه سهله وفيها المكون فيها الحاجيات اللي تلبي الحركيه نتاع الصغير، نعرفوا اللي يتحرك برشا. دونك باش ناخذوا ثلاثه بان دومي الخبز، هذايا الرقائق الخبز الكامل بالقمح الكامل. الكامل 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 نعرف النصف الكامل الابيض، فما موجود في الابيض ساهل ياسر، مانيش باش نعملوا حاجه صعيبه ياسر. باش نحطوا بيان سور تشريو جبن نوعيه باهيه خاطر هذه تقطع شوي. هو نزيدوا الليتو من الفوق كي نحبوا، هي احسن ساندويتش يحبوه الصغار. لا كنا نشهيوهم شوي، او بعد باش نقصوه ونحطوه في نحطوا شويه طماطم. همبرجر في الدار ونجمو نزيدو كان عندنا لحم شويه اسكالوب شويه نحطوا نزيدوه شويه فقوس بوركو با. نحطوا الجبن من فوق. هذوما باش نحكي بعد على حاجات النجمو ان نرافقوهم به. ونقسموه هكا. بعد هيك نجمو نحطو في ال تقراوش الاسم، تقراوش الاسم على جنب. دونك نجمو نحطوها في بيان سيغ نحفظوها في المواد الخافزه الخاصه بالحفظ كيف اللي عملت فيهم سميه. فوالا بالضبط قد قد هاكا. برتقالي اليوم راح يكون في البرتقالي. باش نقول لك انا زوز كعبات دقله، نعرفوا اللي الدقله فيها المنافع كبيره وتعطي القوة والنشاط. كعبة مدالينا فيتامين سي وإلا برتقانة، نجمو حتى نقشروها ونحطوها في حاجة بلاستيك. وكان صغيرنا يحب زادة الجبن نحطوهم هاكا وحدهم، ينجم يزيدهم هو وقت الراحة في وسط الساندويتش الجبن اللي فيه الكالسيوم واللي ديما يأكد عليه حتى دكتور حربي. وإلا كعبة ياغورت ما فيها باس، كعبه ياغورت معناها مع هذا يكون. نعرف اللي صغير يحب الياغورت برشا، دونك ميساش نحطوا له كعبه هاكا ينجم ياكلها مع الساندويتش. شنو واش فما؟ قولوا لي. ثم شكون قالوا لي؟ قال لي بحضر لبجه احسن، بحضر ملاوي دوب العظمه. اي 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 على الملاوي. اي اي ملاوي كيبداو حاضرين في الدار. اي اكيد. علاش في الشارع شبيهم؟ في الشارع خاطر معروفه اللي هما ما نحبش نقطع انا الارزاق لا محاله. اما نعرفوا اللي الزيت يستعملوا برشا كميات نتاع الزيت اللي معناها اثبتت الدراسات اللي هي مضره شويه بالصحه. في الدار كي تبدا معموله بشويه زيت زيتونه ناقصه شويه ملح طايبه في حاجه بلاصه نظيفه بتبيعها علاش لا؟ لكن اي برهات. مش الناس الكل يعرفوا يعملوا مليوي في الدار. مش الناس الكل يعرفوا. علمتنا علمتنا.
لبنى تجيب لنا عيش طريقة لبنى. والله هي تو نجيب الوصفة من عند أمي، خاطر أنا قلت البارح عملت تجربة جات فاشلة على الآخر كيفك الغنية اللي تفرجنا فيها. لا غالب نتعلموا هكا كل مرة نتعلموا حاجة جديدة. فوالا دونك اللمجة نتاعنا موجودة، اللمجة نتاع صغيرنا حاضرة ونشريو لو كان النجم هنا نلقاو حاجات كيف هكا نشرهوا شوية على اللمجة صحية. اش قولك هيك؟ ما يسالش ما تجاملنيش هكا. ثم حاجة مهمة انه فطور الصباح بالنسبة للصغار، والا ايش نقول لكم راهو معناتها البارح زاد الدكتور حربي وصى اللمجة نتاع العشرة راهي تنحات. هذه نحكي لمجة العشية. هذه لمجة العشية الأربعة نتاع العشية. أنا نحب نقول للسادة المشاهدين اللي الصباح صغيرك وقت اللي يقوم لازم يشرب قهوته بالكدا، سواء كان حليب والا تعملوا له شوكولين والا ما نعرفش قهوه دوك. ونحب ناكد على ياكل كعبه بورقدين الصباح وياكل الدقله الصباح، معناتها بالحق حاجه ولا اروع. يخلي صغير نهار كامل ناشط، تعرفوا البورقدين يعطي اكثر نشاط وحيويه للصغار. ثم اللي يعطيوا صغارهم البورقدين في الليل، وهكاك الصغير ما ينجمش يرقد في الليل. دونك منصوح انه تعطيوا البورقدين الصباح يخلي صغير في نشاط وحيويه كامل اليوم. المنافع الغذائيه بالحق لا تحصى ولا تعد بالنسبه الدقرة، وعلاش ليه معناتها نعملوا لهم اشكال نشرهوا الصغار باش ياكلوا الخضر، لانه اغلبيه الاطفال يرفضوا الخضر، سواء كان تعطيه طماطم صغار يحبوا طماطم والا الفقوس، معناتها تبدا تعطيه ديغوستاسيون يذوق، من بعديك تو هو يولي وحده يطلب منك باش تحضر له الاكل. تزيد ورقه ليتيو هاكا تبدا كوتي تبدا خارجه تعطي زاده رونق شويه بالالوان والشكل. ديما ناكدوا على الطريقه نتاع انك تقدم لصغيرك حاجه وتخليه يغرم بالاكله، انك تقدمها له بطريقه حلوه ومزيانه. خاصه كان يشاركك فاطمه هو في تحضيرها، يعني اللمجه هذيك هو يبدا يشيرها على اكثر ويعرف مكوناتها ويحبها احسن. اكيد. اليوم الفقرات بالتاكيد مازالت متنوعه وعندنا برشا حاجات باش نحكيو عليهم. باش نمشيو الموضوع الحصه اليوم اللي هو الحوادث المنزليه وكيفيه الوقايه منها، موضوع مهم، وباش يكونوا معنا سواء كان من الحمايه المدنيه او دكاتره اختصاص باش ينجموا يقدمونا أكثر ما يمكن من معلومات ومعطيات حول هذا الموضوع. قبل هذا يكون خليكم مع ألبوم الصور للأطفال اللي حضرناهم لليوم.
معكم البلاتو برنامج عائلتي بالدنيا ومع ضيوفي اللي باش نرحب بيهم. ناكد ونقول انه موضوعنا اليوم الحوادث المنزليه وكيفيه الوقايه منها. بتاكيد برشا امهات وبرشا اباء في الدار لازم يكون الله غالب، هذيك هي معناتها ساعات الطبيعه البشريه ما تنجمش تتحكم فيها. وقت اللي صغير يجري والا ام والا ابو ما يتلهاوش مليح لازم يقع الحادث المنزلي. اليوم مع الاخصائيين باش نتحدثوا في هذا الموضوع باش نشوفوا كيفاش تقع الحوادث المنزليه وكيفاش تكون الوقايه منها، واذا كان وقع حادث شنو هي الاسعافات الاوليه اللي نجموا نقدموها. نرحب بسي صالح القربي رئيس قاعه العمليات المركزيه بالحمايه المدنيه. شكرا على الدعوة وشكرا للبرنامج اللي يتاح الفرصة لنا باش نطرقوا الموضوع الهام. يعطيك الصحة ومشكورين انتم زادة على العمل اللي تقوموا به، وأيضا الناس الكل اللي في الحماية المدنية نعرفوا أنه مجهود جبار يقوموا به. إن شاء الله ديما تعملوا لما فيه خير للشعب الكل وللناس الكل. شكرا لك. نرحبوا بالدكتور محمد رضا عرب، هو رئيس الإدارة الفرعية للإسعافات وطب الكوارث. انت معناتها المهنه نتاعك طبيب. طبيب طبيب معناتها من الحمايه المدنيه وقع انتدابي عام 89. نعم. وكنا شاركنا في الحمايه المدنيه بتطوير الاسعاف، وخلال السنوات الاخرانيه قاعدين نطوروا في طب الكوارث. في كلمتين، طب الكوارث هو كيفاش نعتنيو بالمواطنين لنحميوهم، نحميو سلامتهم. والله يقدر كان فما اصابات كيفاش نقدموا لهم احسن الخدمات هذه قبل المستشفى حتى نوصلهم للمستشفى في ظروف احسن. يعطيك الصحه سي محمد رضا، وشكرا لكم زاده على الحضور وتامين هذا البرنامج وهذه الحصه معنا اليوم. نرحب زاده بالملازم شكري الترابلسي مدرب اسعاف. يعطيك الصحه. مرحبا بك. عايش. اليوم سي شكري جيت بحضينا وجبت معك يعني مجسم باش نشوفوا شنو هما الاسعافات الاوليه اللي نجموا نقوموا بهم اذا كان وقع حادث في المنزل، والا اذا كان لا قدر الله حد اغمي عليه، والا كيفية التدخل معنا. كيفية التدخل هذه تعرف انه الاولياء والاباء يحيروا ويتفجعوا ويخافوا وما يعرفوش كيفاش يتصرفوا. احنا باش نطمنوهم اليوم وباش نعطيهم الاسعافات الاوليه كيفاش. يعطيك الصحه سي شكري. دونك نبدا معك سي صالح القربي، خلينا نلقاو تعريف معناتها شامل يعني الحوادث المنزليه بصفه عامه فيش تتمثل. الحوادث المنزلية هي مختلف الحوادث اللي تصير في محلات السكنة، أنواع عديدة منها نجم نبوبها ونقسمها تقريبا الأقسام التالية، هي الحرائق، الإصابات والكسور، حالات الاختناق والغرق، حالات التسمم سواء مواد غذائية أو مواد كيميائية أو الأكسيد الكربون أو ما يعبر عليه بالزنزانة، هذه تقريبا أو كذلك حوادث التكهرب تقريبا. نعم. أهم الحالات والحوادث المنزلية اللي نجم تعرضوا لها في المنزل. خلينا ناخذوهم كل مثال جزئية كيفاش يتم الحرائق. بالنسبة للحرائق عندها العديد من الأسباب، ثم أسباب تعود إلى خلل فني، خلل بالشبكة الكهربائية، خلل بأجهزة التدفئة، أو سوء استعمال الوسائل المعدات والتجهيزات الكهربائية، أو كذلك لأسباب بشرية على غرار مثلا ترك أعواد ثقاب في متناول الأطفال، على غرار أيضا لعب الأطفال ببريكية أو بشمعة، على غرار سوء استعمال مثلا وضع العديد من التجهيزات الكهربائية في نفس المأخذ الكهربائي. العديد ثم برشا عديد من الحرائق، من أسباب الحرائق. أنا معناتها علاش خذيت الموضوع هذا تحديدا، نحب نركز معناتها شنو هو الأغلاط اللي يقفوا فيها الأولياء في الدار، يعني بطريقة لا إرادية، معناتها مش هما يحبوا باش تصير حادث، لكن معناتها هذاك هو شنو القضاء والقدر وقع. احنا باش نركزوا معناتها شنو ما الأغلاط اللي ناتجة عن لا إدراك وإلا لا وعي نتاعها، مثلا غاز محلول ما سكرناهوش، ما نعرفش لي بريز نتاع الكورون ما همش مغطيين. دونك هذوما من بين الأمثلة نحبوا ناخذوا بالمثال من المثال شنو هو المنصوح به معناتها في كل حالة، شنو هو النصائح اللي تقدموها يعني؟ شكرا. هو بالنسبة لل صحيح الحماية المدنية وفقت بنسبة كبيرة برشا في توفير معدات وتجهيزات السلامة مختلف المؤسسات العمومية والقابلة للعموم، لكن بصفة معناتها المهام تاعي كرئيس قاعدة عمليات والمتابعة نتاع الحوادث المسجلة بالمؤسسة شنو تعملوا بالمنازل بالضبط معناتها كرئيس قاعدة العمليات المركزية؟ شنو احنا تقريبا مثلاً متابعة حينية لكافة التدخلات الناجدة والإنقاذ من مختلف تراب الجمهورية.
كافة الوحدات الجهوية تتلقى طلبات من نجد على رقم 198 198 اللي تصير حاجة في داره إلا ما نعرف يطلب الحماية المدنية رقم النجدة 198 أقرب وحدة حماية مدنية تتلقى الاتصال متاعه يتم توجيه الوسيلة والتجهيزات والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة وبالنسبة لي يتم إعلام الوحدة التعليم قاعة العمليات المركزية وقاعة العمليات المركزية بطبيعة تتابع متابعة الحادث ووصول بتاع الوسيلة السير حسن سير التدخل وتوجيه التعزيزات عند الضرورة هذه تقريبا المهام تاعنا وبطبيعه عندنا مهام اخرى عندنا دراسات نتاع المخاطر خاطر شحنا عندنا تحاليل للنتائج مسجله يوميا وثم تنسيق مع ادارات اخرى نخدموا معها بطبيعه نعطيوها المعطيات والتحاليل نتاع التدخلات هذه كما قلت لك بالنسبه للتدخلات والحوادث المنزليه قاعده تتكاثر بصفه كبيره للاسف في البارح بركه تقريبا في منزل عندنا حريق في منزل تقريبا مع حكايه نص الليل ونصف ناتج عنه حريق في بيت صاله وتسبب في كيفاش تم الحريق هذا؟ والله علمتنا الوالده شو اسمه الوالده نتاع زوج بنيات هذوما تخدم في الليل وهي المعلمه على الحريق وصلنا الغادي نلقاو الحريق نشب في بيت الصاله وتعدى بالدخان زوج بنيات صغار 8 سنين و10 سنين يعني زوج بنيات وحدهم في الدار؟ في بيت النوم نتاعهم وحدهم في الدار وحدهم في الدار هي بطبيعة كل حادث منزلي عنده سبب متاعه وعنده تداعيات اللي معناتها تتفاقم الوضعية متاع الحادث هذا يعني كيفاش نشب الحريق الأسباب معناش بالضبط لكن الخسائر بطبيعة خسائر أليمة جدا زوز عندهم توقف قلبي رئوي تم إسعافهم ونقل المستشفى لكن للأسف فارقوا الحياة يعني الأغلاط وين هذا الحادث سمحني هذا في باب سعدون في منزل البارح نص الليل ونصف ويوميا تقريبا قاعدين نسجلوا حوادث أليمة داخل المحلات السكنية متاعنا احنا باش نتعرض معناتها كما قلت لك الحوادث المنزلية قاعدة في ازدياد قاعدة في تطور لذلك يلزم تكثيف اكثر جهود نتاع حملات تحسيسية توعوية للمواطنين هذوما هما ويلزم تدابير السلامة توصل للمواطن يولي واعي وعنده منظومة وثقافة الحماية الذاتية لعائلته اللي هو كما قلت لك اهم الحوادث اللي نتعرضوا لها هي الحرائق الحرائق ناتجه اساسا للاسباب كما سلفت ذكرت سوء استعمال التجهيزات الكهربائيه نفس الماخذ يحط فيه برشا تجهيزات او عندنا زاد شكون يحط الشارجور بتاع التليفون ويخليه كونكتي بالشبكه الكهربائيه ديما يعني يجي يحط البورتابل نتاعو بركه يعني الشارجور نتاع التليفون يتحط ديما موجود في البريس لا بالضبط شارج التليفون يتنحى الشارجور يسخن هو ينجم يسبب يسخن هو يسخن بيعه وثم تداعيات اخرى وينجم يعمل تنسال وفلام وينجم يشعل الواحد التونسي كما حكيت لك بصفه عامه ثقافه الحمايه الذاتيه ناقصه برشا عنده احنا صعيب برشا باش تلقى في ديارنا انسان مركب ديتكتور نتاع غاز في الكوجينه نتاعو صعيب برشا باش تلقى مركب ديتكتور نتاع غاز هذا كيفاش يكون؟ ديتكتور نتاع غاز يتركب في الكوجينه اون برانسيب اذا كان ثم فويت نتاع غاز باش يعطيك الارم انت تنجم تتصرف توقف التسرب واحد كيف كيف بالنسبه لديتكتور دي فيمي في الممرات وفي غرف النوم والقاعات صعيب باش تلقى تونسي مركب في داره بالرغم في فرنسا توا ولا اجباري باش تركب مثل هذه التجهيزات في المحل السكنه نتاعك وتجهيزات بسيطه برشا معناتها ما تتطلبش معناتها ربطها بشبكه او انستالاسيون جديده واحد يسفي باش تبدل تقريبا البيله مره في العام كيف بالنسبه للتويو نتاع اللي يربط الغاز بالقاروره الغاز صعيب التونسي باش يتفقدوا كل عام ويبدلوا كل عام ما يقعد غادي كان ما يشم ريحه الغاز واحد يعني شويه منا معناتها تقصير كبير من المواطن التونسي لذلك ماذا بينا خاصه بالنسبه للثلاثه عناصر معنيه اكثر الحوادث المنزليه دي هي الاطفال كبار السن والشيوخ وذوي الاحتياجات الخصوصيه هذوما يلزم الانسان يكون واعي 100% لكن كي عنده صغار ولا عنده كبير في السن معاه ولا عنده ذوي احتياجات خصوصيه يكون التركيز نتاعو اكثر لتفادي مثل هذه الحوادث واضح سي صالح القربي قلت برشا معطيات وذكرت لنا ديجا معناتها حادثه اليمه وقعت البارح زوز بنيات معناتها كانوا في دار وحدهم انشب حريق وعلى اثره توفوا معناتها رغم تقديم الاسعافات لهم هذه عينه من بين المخاطر اللي معناتها بطريقه لا اراديه لكن تقع
يقع والخطا من بعد شكون يتحمل المسؤوليه. هذاك علاش احنا ماذا بينا اخترنا الموضوع هذايا باش نحسوا اكثر الاولياء معناتها شنو الجوانب الوقائيه اللي يلزم تكون موجوده في دارهم وقد ما يردوا بالهم شويه. باش نجيك دكتور محمد رضا عرب، يعني الموضوع كبير لكن خلينا ناخذوا اكثر على خاطر عندنا ساعه غير باع باش نتناولوا فيه الموضوع باش ناخذوا اكثر الجوانب. اليوم ثم برشا مخاطر موجوده في المنزل لكن الولي ساعات معناتها عن غير قصد لا يدرك، فهمت؟ شنو ما التدابير اللي ناخذوها؟ مثلا تحدث سي صالح على الحريق، كيفاش معناتها يلزمنا الغاز ديما مسكره، كيفاش ناخذوا الاحتياطات مثلا على البريز ما نحطوش الشارجور في البريز مثلا. شنو الحاجات الاخرى معناتها اللي ننصحوا بهم الاولياء وكيفاش بالتاكيد معناتها نتفاداو الخطر، معناتها نستبقوا انه ثم خطر ونتفاداوه؟ هو راهو نحب نقول بتطور التمدن، بالتمدن اللي موجود في نحكي بالنسبه لبلادنا، بالتمدن الموجود في بلادنا خلال العقود الاخرانيه ونعرفوا تقريبا 60% من السكان يعيشوا في المدن وتقريبا 40% يعيشوا في الارياف. السكان اللي كانوا في الارياف ونزلوا الى المدن باش يواجهوا مخاطر ما كانوش يعرفوهم من قبل، وهذا ما يتطلب تكوين وتحسيس والتوعية من طرف كل الأطراف. وقتين أنت باش تستعمل، كان يستعمل في دبوزة غاز باش يولي يستعمل شبكة غاز طبيعي، باش يولي يستعمل الكهرباء بدرجة كبيرة، الكليماتيزور، كثرة التجهيزات، تنوعها، استعمالات مختلفة إلى غير ذلك، وهذا ما يتطلب ثقافة جديدة، والثقافة هذه كنا نساهموا فيها. الخط الأم لازمها تثقف، البو لازم يثقف، الأولاد في المدرسة لازمنا نثقفوهم، وسائل الإعلام لازمها هي تساهم في هذايا باش نجموا المخاطر هذيا نفسروها، خاطر هو بالرأي المعادلة سهلة، قد ما الإنسان توعي قد ما الخطر ينقص، قد ما الحادث موجود قد ما يكون الخطورة أقل. معناتها احنا مش باش نردوها صفر، خاطر طبيعة النشاط البشري لازم يكون فما بعض الأخطاء سواء كان إرى معناتها هو يتحكم فيها أو لا يتحكم فيها، لكن احنا هذايا كلنا احنا لازمنا نساهموا فيه. احنا نعطيك احنا حاجة، العديد من المواطنين وقت يحب يحط شبكة كهربائية في المنزل ما يجيبش اختصاصي، يجيب سامبل ابرونتي باش على اساس السوق اقل الى غير ذلك، ما يدرسش الوغ الاختصاصي يدرس قداش لازم تحمل الطاقه، فما كونتور معين، فما جهد معين نتاع موجود في وسط الدار هذاك، انتونسيتي دو كورون، ثم معطيات فنيه. هذا ينجم يسبب حريق في الدار كما قال سيد العقيد، انت عندك شبكه نتاع دار باش تهز لك اربع خمسه تجهيزات، فريجيدير وتلفزه وضوء بيت وحاجات بسيطه جدا، تحط عليها ثلاثه ولا اربع كليماتيزورات سي نورمال ما تتحملش هذه في فتره من الفترات. شنو تنجم يصير؟ تسخن التجهيزات، تسخن ما هو الا كهرباء، تسخن التجهيزات تصير اتنسيل، وشنو نلقاو الاخطار الاخرى؟ تو كي تصير اتنسيل وتصير يتسكر الضوء المشكل يتحل، لكن العباد ايش يعملوا؟ ما يردوش بالهم انه كي تصير اتنسيل ايش يعمل؟ يعمل خلوط الخيوط تحت الفرش، خيوط تحت الريدو، وراء الريدو، بريز وراء الريدو، هيك تصير اتنسيل تشعل نار في الريدو. هي كتير التنسيل تشعل النار في الزرابي اللي هما ينجم يكونوا سانتيتيك، ينجم يكونوا وراء البنك، ما يفتن بها كان وقت تشعل النار ويبدا يخرج في الدخان ويصعب السيطره عليه، وقتها العباد باش تفيق. ورا ينجم يكون مولا المحل في الدار ولا يخليها قداش مرة توا المرأة تخدم والراجل يخدم يخليوا الأولاد صغار وحدهم، الطفل الصغير ما يعرفش المخاطر هذه، احنا نعرفوها وحتى كبار لازمنا نتعرفوا عليها، فما معنى أولاد صغار؟ للناحية هذه هل أنه معناتها كيفاش نخليوا صغار وحدهم في الدار؟ أنت هذا سؤال نطرحه. اللي كان تفرض على الوالدين حتى ولو تفرض عليهم. لا كان كان نقول لك حاجة أنت ربما تتفاجئ. معظم الحوادث المنزليه الخطيره واحد الوالدين موجود في الدار. احد الوالدين موجود في الدار. علاش؟ خاطر في باله هي الام حتى تولده يعمل في بانو في 30 سنتيمتر وهو طفل عمره عامين، في باله مشات الكوجينه باش تطلع على الفتور. الطفل هذا ما يعرفش يتعامل مع الماء، يكفي باش يزلق في وسط البانو يشرب جغمتين ماء سيد. يولي ما عادش ينجم يتنافس ويتعرض الى حاله اختناق. انت صغير في البانو ما خليهوش وحده. صحيح. اذا لهنا الام لازم تفهم وقت باش تغسل ولدها تقعد بحذاه من الاول حتى الاخر، ولا تجي طفل باش يعملوا عيد ميلاد يستعملوا اكل الشماريخ هذيك، ولا يستعمل كي انت تستعمل هذاك وطفل صغير يكتشفك
احنا نحبوا زاده اللي فيه سيربريز أيه. بالنسبه للطفل كي باش نعملوا لك الشماريخ ولا نشعلوا لهم الشمع الى غير ذلك باش نبهروا الاولاد وصافي بليزير للوالدين وانه يرى اولادهم يفرحوا وكل الحركيه في وسط الدار. لكن انت كان هو يتفاجئ بمعدات هذه او تجهيزات او بعض المواد هذه اللي يكتشفها لاول مره ما يعرفش يتعامل معاها ويبدا يلعب به كيفنا كي نجم يحرق واحد من الاولاد ينجم يحرق شعر وقداش تصير برشا مرات حالات كيفنا كي تشعل لنا في الشعر خاطر هي تخرج جاك الافلام هذيك وما يعرفش يتعامل معاها. شنو الحالات اللي يجيكم وعينتوها وبالنسبه لكم يلزمنا ندقوا عليها ناخذ الخطر؟ والله هو راهو كما قال سيد العقيد هي الاخطار متنوعه. وراهو لازمنا خلينا بالامثله. بالامثله اهم الاصابات احنا نجم كان نحب نقربوا شويه للمواطن. اكثر اماكن اللي فيها الخطر ولازم الوالدين يفهموها هي الكوجينه وبيت الحمام. واضح. الكوجينة اللي فيها العديد من التجهيزات الكهربائية والغاز والمواد الحادة والثاقبة إلى غير ذلك والمقص إلى غير ذلك. والطفل كي يدخل هو مازال صغير ولازم تعرف راهو أكثر الأخطار تصير ما بين عام وثلاث سنين. علاش؟ الخطر الطفل قاعد يكتشف في المحيط نتاعو. انت لازمك تعرف ولدك يكتشف المحيط تبعد عليه كل ما هو يشكل خطر بالنسبه ليهم. المقصات تحطهم في الـ في الـ في الغزانه، السكاكن تحطهم الفوق بعيد عليه. الطاوله باللار تنحيها. الطاوله باللار لازم تكون مثبته، ما تجيش يقعد على جنب تتقلب عليه، لازم تكون مثبته الطاوله باللار. كما كنت نحكي مع سيد العقيد فما حاجه بسيطه معناتها ربما ما يجيش لباله، المراه في بالها باش كي تستدعى العباد تحب تفرح بالعباد تجي فوق الطاوله تحط الناب فوق الطاوله. وتستدعى الاولاد باش والعائلات باش يفطروا. زينها بفاز ولا حاجه؟ لا لا باش يفطروا يحطوا الماكله السخونه على الطاوله وتحط ناب. الطفل صغير ما دام صغير باش يطلع على الكرسي يشد فك الناب في باله هو معناتها ما يتحركش لاصق في الطاوله ما يجيش لباله يجبد يهبط عليها الاكل الساخن ولا الماء سخونه الى غير ذلك. اذا هذوما دي بتي ديتاي. علاش قلت لك هي ثقافه كامله ماهيش نصيحه ولا فين كان جات نصيحه ولا فين حبذا رانا المشكل حليناه. لكن عندنا حاجه اخرى زاد التونسي نقص كبير ياسر في الوعي. انا ما ريتش مواطن تونسي يشري تجهيزات كهرومنزليه سواء كان سخان ولا فريجيدير ولا كليماتيزور الى غير ذلك او سخان بمختلف الانواع سواء كان بالغاز بالكورون الى غير ذلك ويجب ذاك النوتيس يقرا. عمره ما يقرا النوتيس. أي. ديما يعتبر نفسه يعرف والنوتيس هذيك علاش النوتيس شنو فيها هذيك؟ شنو تنجم يكون فيها؟ كما قال لك السيد العقيد ثم تجهيزات كي تخليها عام و12 شهر وهي في البريز الشارجور نتاعها يسخن. المعدات الكهربائيه اللي موجوده اللي صنعت منها كي التلفزه الى غير ذلك هي تسخن عندها اون ديري دو في فتره فترات تسخن 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 وبعد تترشق تعمل اون ماس. صحيح. اذا يجي يقول لك مثلا نحن عندنا برشا حاجات وهذه انا واحد من الناس ديما نقولها لعائلتي قبل ما نخرجوا مثلا باش نغيبوا ليله ولا نهار ولا اثنين ندور البريزيت نكون نسكرها. الغاز ما عادش باش نستعمله نسكر السباله. ما عدا الفريجيدير هي الوحيده نخليها باعتبار هذيك الماكله اللي لازم نحافظ عليها. باش نمشيو الان شكرا لك سي محمد رضا عرب نمشيو الفاصل الاشهاري ثم باش نرجعوا مازلنا باش نتحدثوا على كيفيه الحوادث المنزليه كيفاش تقع وشنو ما الاساليب والا الاجراءات العمليه الوقائيه اللي لازم كل ولي يعتمدها في المنزل نتاعو. باللي يصير يخليك عامل كيف تركيبته رطبه وخفيفه وفيه منافع يغض ديليس الكل. بابا ما تنساش فلوس لاتيت زاده تحب ممزوج؟ مع ديليس ممزوج ما بان هالدنيا 270 مليم اكاهو شنو هو؟
نرجع معكم البلاتو برنامج عائلتي بالدنيا. بالتأكيد الموضوع متاعنا نعاودوا ذكروا به ونقولوا الحوادث المنزلية وكيفية الوقاية منها. اليوم باش ناخذوا أمثلة عديدة الحالات يعني حوادث وقعت في المنزل وكيفاش معناتها الأولياء كارهم يلزموا يعملوا قبل ما يصير الحادث. صحيح الحادث وقت اللي يقع نقولوا معناتها هذاك حادث وقع معناتها هذاك شنو اللي صار، لكن اليوم ثم إجراءات واحتياطات يلزم الولي ياخذها. كنا نتحدثوا معك سي محمد رضا أعراب، لكن باش نتحدثوا في جزئيات معينة باش تعطيني أمثلة متاع حوادث منزلية عينتها بصفتك كطبيب وشنو هما الإسعافات اللي قدمتوها في اللحظة هذيك، وباش تقول لي شنو الولي كارو مثلا عمل في داره قبل ما يصير الحادث هذا، الغلطة شكون معناتها السبب فيها. بالتأكيد قبل هذا باش نشوفوا حادث لفتاة اسمها فرح. فرح شربت الجافيل في عمر صغير، الغلط وقع، شكون يتحمل مسؤوليته؟ ما عادش باش نحملوا مسؤوليه الحد، لكن الغلط هذايا صار. هذه شاهدة حيه من الولي نتاع فرح باش يقول لنا الحادث هذايا كيفاش وقع، واليوم الحاله نتاع فرح تشوفوها. وبالتاكيد معناتها فرح اليوم تحتاج لشكون يساعدها هي زاده. نشوفوا الروبورتاج ثم لنعاودها. هي في الظهر بنية عادية، ولكنها في الواقع تعيش قصة ألم كبيرة. فرح وقت اللي كان عمرها عامين شربت مادة تنظيف فيها الأسيد، تحرق فمها، وبعد 8 أيام قضاتهم في قسم الإنعاش خرجت منه غير قادرة على فتح فمها، وحتى العمليات التجميلية اللي أجراتهم كانوا دون فايدة. ما تو مسكر عايشة بالسوائل، عايشة بالحليب دردورة، معناها حاجة سائلة كهو. بنتي لا تاكل كعبة حلوة كما الصغار، لا تاكل الحم، لا تاكل معناها غلة، عايشة على حاجات سائلة، معناها يغرتك بوار، حاجات سائلة كهو. وتو طبيبة قلنا يلزم عملية لبرا في فرنسا. الحادثة اللي عاشتها فرح قلبت حياتها وحياة عائلتها الكل. تعبنا والله تعبنا، وتعبت هي اكثر خاطر ناقصه من بنيتي، طحلها الحديد وطحلها الدم، وديما معناها ديما والقرايه زاده ما هي شكل الكل ما تكلمش خاطر لسانها لاصق، وسنيها ما عندهمش سباسون يخرجوا، وتو لازم عمليه لبرا، عمليه الغاليه شويه العمليه. فرح وكيف برشا صغار في تونس هما ضحايا للحوادث المنزليه اللي تبقى من اهم اسباب وفاه الصغار أو معاناتهم من تشوهات وإعاقات. وأهم الحوادث المنزلية اللي تصير هي اتياح من شبابك وإلا البركون، الانزلاق في الأماكن اللي تكون أرضيتها مبلولة، اتياح الصغير من فرشه، الحريق بالنار وإلا السوائل الساخنة وإلا المواد الكيميائية أو النفطية وإلا لقعاد المدة طويلة تحت الشمس، الاختناق بعد ابتلاع حاجات صغيرة، لعب صغيرة، فلوس وإلا حلوى، تسرب الغاز في البيت المسكرة. الغرق في بيت البانو أو في المسبح. السحقة الكهربائية، حكة الضوء اللي ماهيش مغطية، خيوط الضوء المقطعة، الأجهزة الكهربائية اللي تكون قريبة من الطفل، التسمم من شربان الدويات بكميات كبيرة وإلا شربان مواد التنظيف. حذر الوالدين أخذ احتياطات السلامة اللازمة في المنزل، تقعد ضرورية لضمان سلامة أطفالنا.
نرجع معكم بلاتو عائلتي بالدنيا. هذه كانت عينة من الحالات، والحالات كبيرة وكثيرة ومعناتها والمخاطر لا تحصى ولا تعد. كنت نتحدث هنا أسي محمد رضا عراب، هو دكتور وطبيب، يعني حدثني دكتور على حوادث أليمة وقعت. مانيش باش نقول لكم شنو سمعت انا توا في الكواليس شنو اللي صار معناتها على الحوادث الأليمة، لكن باش ناخذوا الافتتاحية اللي قلت لي معناتها في عيد شنو صار وكيفاش سونسيبيليز نوعيو الأولياء معناتها كيفاش يلزمهم يردوا بالهم. ما ناخذوش معناتها كالبارتي شنو صار لك الزوج. هو راه نحب نقول لك حاجة معناتها خارج الموضوع الحوادث، راهو احنا سواء كان اطباء ولا اطارات ولا اعوان الحمايه المدنيه وقت ندخلوا في التدخلات نحسوا بما يحسه المصاب او ما تحسه العائله. صحيح. على ذلك نحاولوا بكل مجهوداتنا وانه نتنقلوا على عين المكان في اقرب وقت ونحاولوا نعطيه احسن ما عندنا. وإن كان شويه خارج الموضوع، احنا على مستوى الحمايه المدنيه بصفه منتظمه نحاولوا نعملوا تكوين مستمر سواء كان للاطباء خاطر التقنيات زاده قاعده تتحسن وحنا بينا قاعدين نتبعوا، ولا سواء كان للضباط ولا اعوان الاسعاف كلنا قاعدين نتبعوا في المستجدات باش نعطيو احسن معنا. كنا نشوفوا في الحاله نتاع فرح، هي مشكورين زملائنا في الاخبار هما اللي مدونا بالماده الاعلاميه هذه باش نجموا نحسوا بها العباد. الغلطه معناتها بنيه عمرها عامين شربت ماء جافيل. جافيل شنو يعمل؟ هذا علاش قلت لك انا هو كافه الاطراف تساهم فيها. احنا مش باش نحملوا مواد التنظيم، لا لا مسؤوليه احنا منهم، احنا مش نحملوا في المسؤوليه، احنا كل انسان نوعيوه كل ما هو ربحنا حادث ما صارش. هذه لازم نفهموها، هي معادله كما قلت. ربه البيت، ربه البيت، حتى احنا عندنا نوادي حمايه مدنيه ونوادي الصحه نتعاملوا معاهم في المدارس بشكل بنيات مازالوا صغار نعطيهم المعلومات باش كي تكبر هي تكون عندها زاد معرفي. نقولوا كافه المواد الكيميائيه سواء كانت مواد تنظيف او ادويه او مواد زينه الى غير ذلك لازم نحطوها بعيده في من متناول، ما نحطوهاش تحت اللافابو، نحطوها تحت اللافابو. لازم ديما تعمل ايتاجير او مرفع تحط فيها المواد هذه او في اما مكان اللي يتسكر بكوبه يصعب حلو من طرف. فما واحد ساعات ياخذ دبوزه نتاع ماء ويصب فيها جفيل. التوانسه الكل يعملوا كيكه. باش يربح هكا الشقف هذاك بالنسبه لي هو اعاده الرسكله. يستخايل هذيك الدبوزه نتاع الماء، ماء شرب. وهذاك هو الخطر، احنا ديما نقولوا عدم استعمال الاواني المعده للشرب او للاكل باش تحط فيهم مواد مش نتاعها هي خاصة المواد الكيميائية، ما تجيش تحط في دبوزة ماء ومازلت بالاتيكيت نتاعها وأنت تحط في بعض المواد اللي هي ترونسبارون وإلا تشبه الجو. قداش من واحد يصير كيف هكا يدخل الدار طول يلقى واحدة دبوزة أمامه طقس سخون ويلوج في حاجة باردة يلقاها شربها وهي تصير حالات نتاع حروق. هي الجفيل من المواد الكيميائية الحارقة اللي تعطي حروق بكامل بالحلق وبكامل الجهاز الهضمي. اسكو يداوى ولا ما يداويش؟ اول حاجه ساعه فما اون براتيك معناتها فما بعض التصرفات يقوموا بها العباد عدم اعطائه اي مواد دهني، لا تعطيه لا زبده لا تعطيه لا زيت لا تشربوا لا الحليب. هو كافي بركك البزاق نتاعو اللعاب نتاعو اللي ينتجوا البدن بصفه اليه هو كافي باش ينقص التركيز نتاع الماده هذيك ويجب نقله في الى اقرب وحده استشفائيه. معناتها واحد شرب الجافيل لا ياخو حليب لا الخطر هي حروق حرق وتحط في وسطه ماده 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 دهنيه حليب اللي ما فيها زيوت ولا الدهنيات الى غير ذلك ما تخليهاش تبرى بسهوله. كان الاخر يبرى في خمسه ايام الاخر يحب له 10 و15 يوم باش يبرى. انت اول حاجه باش توخر وثاني حاجه تنجم تعمل تعفنات. اللي كان اللطف انسان شرب مواد هذه الكيميائيه المواد التنظيف وزيد كمل تعفنت هذه فريمون يخلي الانسان باش العلاج يطول والمخلفات نجم تكون صعيبه شوي. على ذلك ما تعطي حتى شيء ما دام توا من بعد السيد الملازم يورينا كيفاش السيد هذا كان عنده صعوبه في التنفس او عنده اضطراب في الوعي كيفاش نحطوه في الوضع الضمين الجانبي. نستناو النجده المختصه او كان عندنا يتعذر معناتها مكان بعيد الى غير ذلك يوقع نقله في
ظروف حسنه الى القسم الاستعجالي، وغادي فما طبيب غادي اول حاجه ساعه نتاكدوا من سلامه الوظائف الحياتيه، ومن بعد ينجموا يعملوا له فيبروسكوبي هو جعب كاوتشو ندخلوا باش نشوفوا الاضرار، كان عرفنا الاضرار وصنفناها العلاج بقدرة الله يكون مضمون. باهي باش نجيك سي شكري، لكن ما جاوبتنيش على سؤالي. نسال شنو الحوادث اللي اكثر حوادث قاعده تقع، وانتم معناتها كيفاش تتصرفوا، والولي اليوم والله باش نعطيك انا باش نعطيك حادث اللي اثر عليا نفسانيا. انا في ليله العيد نخدم في ليله العيد، وتم اعلامنا في احد الاحياء الشعبيه عن تعرض طفل صغير عمره تقريبا ثلاثة سنين ونص الى اصابه خطيره على مستوى اليد. نقلنا على عين المكان، شنو اللي نلقاو؟ نلقاو بعد العيد الكبير بعد ذبحوا العائله، والعائله اللي هي فك اللحم واللي اخر يشوي الى غير ذلك، العائله خذيتك اللحم باش تعمل لك المرقاز في وسط اله كهربائيه يحطوا اللحم ويخرج المرقاز. دار شي واحد نقص الانتباه في العائله هذيك، طفل في باله يحب يطبع ابوه ولا امه، لازمك تفهم راهو الطفل يطبع الكبار كما تعمل انت يحب يعمل هو. دخل يده اكل الحم وحلت في يستك الماكينه نتاع اكل الحم هذاك. كي خلطنا على الماكينه لقينا مع تبتر على مستوى الاصابع، وطفل يده لاصقه في يست الماكينه. الحمد لله عندنا التجهيزات وعندنا بعض الادويه. في حاله كيما هذا الولي كيفاش يلزمه يتصرف؟ صارت الحادث وقع. هو هكا ولا هكا ما نجم يعمل حتى شيء. يسكر الضوء، يسكر الاله الضوء الكهربائي على الاله هذيا، وينحي الخيط خاطر تخاف لان بعد واحد يجي يعاود ترجع بالعكس ولا تزيد لقدام وحتى تزيد خطر الحاله. وعدينا كميه من الادويه للطفل هذيا باش معناتها قمنا عمليه اون انستيزي تري معناتها لوكال بول لوكالمي وبول انستيزي بادويه معينه، وتمكنت باش اخراج هذايا. خلطت عليه طبيب السامو نتاع مصلحه الاسعاف الطبي الاستعجالي، وتعاوننا مع بعضنا باعتبار خطوره الحاله، وهزيناه الى قسم الاستعجالي في اقرب وقت. وكلمنا عليهم احنا ديجا، علاش قلت لك احنا طب الكوارث وحتى في الاسعاف، وقت نلقاو اصابه خطيره نكلموا قسم الاستعجالي في المستشفى اللي باش نهزوا له المصاب، ونقولوا له حذروا روحكم يا اطباء يا بلاتو تكنيك الى غادي ذاك، راهي الاصابه فيها هكا وهكا وهكا. والحمد لله مشينا على المكان لقيناهم يستناو فينا وتقبلوا الطفل هذايا، ومعناتها كانت معناتها والحمد لله معناتها الاضرار هذه حديناها. هذاك علاش نقول راهو ناكد ياسر على الصغار، على خاطر هما صغار وما يعرفوش، والولي ساعات زاد ما يدركش معناتها بقيمه الخطر اللي نجم يقول. ساعات باش يخدم ماكينه وباش يفرم الحم يقولكش انا ولدي نجم يدخل يديه، ما يجيش بالو، يعطيك الصحه. دونك هذاك علاش قد ما نقولوا ردوا بالكم، ردوا بالكم، تبعدوا كل ما هو خطر، لازمك انت تشعر به الخطر، تتوقع صح لا يتوقع الحادث. سي شكري باش نجيك توا نمشيو في العمليات الميدانيه ان شاء الله. ناخذوا حالات قلنا صغير يشرب جافي، ناخذوا الحاله حكينا فيه، قلنا لا يشرب لا حليب لا زيت لا حتى شيء، تخليها كيكه توا هو باللعاب وننقلوه بطريقه سريعه الاعلام والنقل. باش ناخذوا جبت لنا العروسه، العروسه باش نطبقوها معناها جسدوها تو حاجتك بهيكل، اي حاجتي بهيكل، حاجتك بهيكل اللي جاب حدنا هيك فقد الوعي نتاعو، فقد الوعي الانسان في الدار مثلا. حط راسك غادي تسخوني تفضل. اليوم انا فارد لا 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 بالعكس بالعكس باش نشجعوا العبيد الكل يتكونوا في الاسعاف، وراهو الاصابه نجموا نتعاملوا معاه باقل الاضرار. واحد اختنق في الدار، احنا ما نجمو نسعفوا الا ما نقيموا الحاله نتاع المصاب نتاعنا نعينوا. واحد دخلت البيت البان ولقيته طايح داخل، لقيته طايح داخل نشوف الاصابه نتاعو وين وصلت، خاطر كان فاقد الوعي نعمل وضع زمان جانبي، كان مختنق ترم استثنائي، واذا كان طاح كرديات تاع وقت قلبي او شو عمل راحتك هيكل. دونك ناخذ المثال هذا هو فقد الوعي، فقد الوعي شو مش نعملوا، علاش نحطوا في وضع زمان جانبي باش ما يتخنقناش ويقايم للاختناق. دونك شنو ناخذوا المصاب نتاعنا ديما باش نهائيو تصويت نسولو نتاعو، اليد هذيا جبدوها حطوها هيك شويه، نجي بجنبه شويه مدى شويه باش نحط غزر يدي هونيا في صوابعه. نحط بشويه سهله برشا، نعاودوها العمليه نعاودوها بشويه بشويه رالونتي. انا صوابعي انا هذا مش خلاص صوابعه هو ياخذ نحط يدي باش نحطوها الخد المعاكس. شوفوا يدي هذه بتجي للساق كل تلقائيه، معناها سهله برشا عمليه. طوعنا المصاب فقد الوعي في كل حركه نعملوها مهما كان معناها الوزن نتاع المصاب، راهو نجموا ندوا خسر معناها بسيطه برشا عمليه. يطوعني ساقه هذه كمنه
باش هنايا ما عادش تتيح للتاج القدام. اليد هذيك نهبطوها عليها ممكن تعمل نقطه ضغط، نعاود نجبدوها شويه باش تعملش نقطه ضغط. انت راه فاقد الوعي ما عادش تتحرك. ممثل شوي شوي كل حركه، ثم جو نقفل شويه راسه للخلف ثم مع فتح الفم باش كان ثم سائل الحاجه تخرج تلقائيا للخارج. هذا وضع عظامي الجانبي. هذه أبسط حاجة نجم يعملها الإنسان وأكثر حاجة نافعة للمصاب. للمصاب. وقت ما يبداش عنده كسور بالعمود الفقري أو بالأطراف. أحسن حاجة علاش؟ خاطر كل إنسان يفقد الوعي. إحنا إجرات العادة في تونس نقول بلع لسانه. شنو هو بلع لسانه؟ هو الجهاز العصبي المركزي ولا ما عادش عنده قدرة على التحكم في كافة العضلات الجسم. بما فيها عضلات اللسان والعضلات اللي موجودة في الحلق. يرتخي اللسان ويسد المنافذ التنفسية العليا، ومن يكون فقد الوعي يولي إنسان مختنق. وقت الحالة تزيد تعكرت ولازم تصرف واحد. ثم برشا حالات زاد لاعبين رياضيين يبداو يلعبوا في الميدان فجأة يقعوا يدوخوا يطيحوا ومن بعد نسمعوا كان بلع على لسانه نتيجة الإرهاق. على ذلك احنا حتى في الحراسات الوقائية اللي هي إجبارية في المباريات الرياضية، أعوان الحماية المدنية يتبعوا المباريات مباشرة، وكل إنسان أصيب وفقد الوعي يمشيوا يجريوا له باش يقوموا بالإسعافات هذه الأولية قبل ما تتعكر الحالة نتاعو. به سي شكري نرجع. طريقة ثانية مزيان. الإنسان اللي ياكل ولكن كل واحد بالدرجة غص وحلت له حاجة هنا جسم غريب في المجرى نتاعو. ياخد عنده جسم غريب في المجرى نتاعو. يولي ما عادش يتنفس. ما عادش يتنفس. يزرق. يبدا يزرق، قلبه يولي يدق ويحس احساس بالموت. هو بيدو البانيك المصاب. في الحاله هذه نلقاوها في 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 ساعه ساعه تبدا زرده، احنا نقولوا احنا زرده العباد، فما كسي بالحم ولا مقرون الى غير ذلك، ساعه ساعه تبدا اللحمه كبيره شويه وهذه موجوده. أكل الحم يتفتفت في الفم دونك نجمو نبلعوه، لكن في بعض الحالات فما كالعلبة اللي هي يابسة ما تتهضمش بسهولة، وفي البلعان نتاعها تنجم إنسان توقف له في الحلق. واللي كان إنسان وقف على الحركة وجهه عينيه يعني بدات تخرج وبدات تحمر وبدا يزرق ولا تظهر عليه علامات الاختناق الأولي، هوني لازم مش ندخله كيفاش نخرج الجسم الغريب هذايا من المجاري التنفسية. دونك تبص شوية المصاب، أول حاجة شنو نعملوا؟ خمسة ضربات بالقوية فماشي ما أكل الجسم الغريب يخرج 3 4 5 ما خرجتش بالبوم نتاع اليد فوالا بالطالون نتاع. فما إذا كان ما خرجش هنا باش نلتجي طريقة هملش لتصريح المجاية التنفسية العليا، باش نجي نحط يدي بالضبط هنايا نقولوا بالدارجة نحكوا باش تسمعوا فم المعدة، ثم باش نجي المصاب نتاعي أخذ كيفاش أنا واقف هنا مش وراه قد كم هكا مي على جدبك من هكا باش هو نجم نقوم بالعملية نتاعي سيئ. مرة ولا اثنين هاكا فيسا هو هنا ما قويش انا برشا خاطر كي قويت ونجم حتى يخرج اللي عنده دونك نعاودها لوتي نجي المصابة نتاعي طريقة مليش يدي هكا سهلة فم المعدة قلوب الدارجة اب وننزل مرة ولا اثنين دونك هنا ثم علاش هذه الحركة هذه نافعة؟ نافعة علاش الحركة هذه نافعة؟ خاطر وقت الانسان يحل جسم غريب على مستوى الحلق من غير ما يشعر يولي عنده امونك دوكسيجين يولي هيك يعيشك يعطيك الصحة من غير ما يشعر ينقص له الاكسجين ومن غير ما يشعر يولي يلوج على الهواء نسميه انابيل دير وقت في الحمل الحركه هذه تزيدك الجسم غريب يحل. اذا المصاب من غير ما يشعر يلوج على الهواء بالحركه هذه نخرجوا الهواء اللي كان في الرئتين. عاودي دكتور عاودي. هو وقت الجسم غريب يحل على مستوى الحلق والانسان يولي غير قادر على التنفس بصفة لا إرادية يولي يزيد يجبد الهواء أكثر يلوج على الهواء إلا أنه جسم غريب شادد. إذا في كل الحالات ما عادش ينجم يتعدى الهواء. احنا نعملوا العكس، أكل الهواء اللي قاعد في البومون هذاك في الرئتين هو اللي ننزلوا عليه باش يعاود يخرج أكل الجسم الغريب. إذا أكل الهواء اللي ندزوه من الرئتين هو اللي باش يخرج الجسم الغريب. فرضا أنه التكنيك معناتها اللي عملها الولي ما كانتش نافعة وما خرجش الجسم. نجم دخل يديك؟ لا هوني راهو احنا مش باش ندخل ياسر في التقنيات على خاطر زاد ينجم يكون في الحالة هذه وقت يوفق الإنسان هذا تو يحكي لك على واحد مازال واعي واقف. هو ديما نقولوها مثلا صغير كان غص كالضربات اللي عملها. صغير هو هذا تو بالنسبة للرضيع. للرضيع. يسهل برشا الرضيع. هكا ونضربوا على ظهره شدوا مسافه هكا ياخذ فما عمليه ضغط
ثم نضرب على الظهر نتاع هذا البيبي نشدو ساقيه من البيبي. برشا اولياء يخافوا. لا ما يزموش يخاف، ما يخاف هذه حتى العامره. اي هذا صغير هذا اذا كان طفلا نبدلوا طريقه الطفل خصنا نحطوه هنايا ثم بعد يدخل على الركبه بتاعو. معناتها بيبي اقل من عام التخنق نقلبوه نشدوه من ساقيه. من ساقيك من هكا ثم ضغط على الظهر. واضح. اذا كان طفل دكتور طبيك نحط ما تسيبه كان ما يعيط والا اي بالطبع بطبيعه الحال نحط ما دام عيط معناتها رجع للجهاز التنفسي ولا ليبر معناتها مجال ثم المعده ثم نضرب من فوق اخص اسمع باش يتنفسوا اها تخرج لك الجسم هذاك يخرج كذا طفل طفل يعني ثلاثه طرق تم البيبي بالطريقه هذه ومعتدليه ثم الطفل نحط بالضبط فم المعده اللي اكبر شويه في العمر نستعملوا اذا كان كهل كما شفنا مع هيكل نعمل طريقه هملش اللي كان مازال واقف كان يبدا انسان فقد الوعي قد بعض الدقائق فقد الوعي وقتها اول حاجه كما قال لك هو لازم فتح الفم كان رينا الجسم الغريب ندخلوا صبعنا نجبدوه يرجع يتنفس على روحه يريد حركات هوناش نحب نقول حركات بسيطه الوقايه بوعي نتفاداو الحوادث بإسعافات كي نتكونوا فيها بحركات بسيطة ننقذوا إنسان. ساعات واحد يبدا ياكل في حاجة كسكسي مغرومين بكسكسي احنا التوانسة ويشرق من هذيك الشرقة وجهه يحمر ويزرق وشنو اللي صار معناتها الكسكسي تعدى في مجاري أخرى. باش نقول لك هذاك نوع واحد آخر هذا جسم غريب يبس. الاخر جسم غريب لكن مفتفت هو شنو الاشكاليه؟ هو صارت ينفوس روت معناتها الماكله في بقعه تتعدى الى المسالك الهضميه تعديت الى المسالك التنفسيه. وعلى مستوى الحلق لهناك الكسكسي هو مفتفت على مستوى الحلق يكفي في مدخل الحنجره يكفي وانه فما جسم غريب يمسك المنطقه هذيك دون فاسون ريفليكس هذيا باش الانسان يحمي الجهاز التنفسي نتاعو ما يغرقش يتسكرك الحنجره تتسكر. اذا لازم ساعه اول حاجه يريض روحه. هو ساعه لا اول حاجه يريض روحه ساعه يحاول باش ما عادش يتنفس اكثر خاطر كل ما يحاول باش يتنفس بالقويه اكل الاجسام الصغيره باش يزيد تهبط في الجهاز التنفسي يولي يكح اكثر يولي غير قادر على التنفس وندخلوا في دوام. اذا اول حاجه يحاول يقول روحه راه مش حاجه خطيره يحاول يرضي روحه معناتها يهدي روحه يهدي روحه يحاول من بعد يرجع التنفس نتاعو بشويه بشويه ومن بعد كي يلقى نفسه بدا يرجع التنفس يشرب شويه ماء باش اكل الاجسام الغريبه نجم نسميها هذيك كصغيره تتعدى الى المسالك الهضميه ومن بعد ايش نجم يعمل ينجم وقتها يهبط راسه شويه يبدا يكح بشكل حبيت صغيره نتاع الكسكسي اللي دخل جهاز التنفسي نعاودو نخرجه. ثم شكون يسكر له خشمه؟ هل انه صحيحه العمليه ولا لا؟ يسكر له خشمه. يسكر له خشمه عليه. باش ما يتنفسش باش الاجسام الغريبه ما يبدا هو عنده جسم غريب لهنا والفم تشد ما عادش ينجم يدخل الهواء يكمل له تسكر له خشمه وانت مانا مني باش يتنفس اذا لهنا علاش لا مو هي كل حاله خليه يهدى بشوي كل حاله بحالتها الشرقه لازم تصير معناتها برشا عبيد معناتها هذيك هي الشرقه هي قلت لك هي كي توصل للحنجره كما قال سيد الملازم انت كي تضرب له على ظهره اكل الاجسام الغريبه تحركها من بقعتها يا اما تهبط في المسالك الهضميه وقتها مشكله تحل يا اما باش تهبط شويه في المسالك التنفسيه وقتها من بعد ينجم يكح يعاود يخرج صحيح. اما ما تقعدش في وسط الحنجره بالضبط الحنجره فما دو كورد فوكال كي سون تري سونسيبل الاحبال الصوتيه هذه كي سون تري سونسيبل اي حاجه تمسها جسم غريبي مسها يتسكر. اذا اما تهبط اللوطه ومن بعد يكح يعاود يخرج وهي تخرج بطبيعتها والا يريض روحه يتنفس بشويه ساعه يضمن اللي التنفس اللي ماهوش باش يتقص عليه ومن بعد يشرب شويه ماء وينظف الحلق نتاعو. نرجع لك شكرا لك دكتور محمد رضا عرب، نرجع لك سي شكري طرابلسي معناتها اغلب الحالات اللي تقع في الدار هي حالات الاغماء. اغماء، حروق موجوده. الحروق. والزنزانه في الشتاء خاصة. والزنزانه في الشتاء. في الشتاء. عن الموسم تاع الزنزانه. فوالا موسم تو الزنزانه. الزنزانه شنو هي بالضبط كان نفهموها؟ شعر الكربون. فوالا. اول اكسيد الكربون هذا. في بيت البرن تلقاه مثلا ثم ناس على الدنيا بارده برشا دخل حتى ريشوبة البرن اللي يسخن فيها. اي. من بعد يحل الماء سخون تبدا البيت كلها معناها ذباب. اي. هذاك كله شنو باش يعمل؟ ثم عباد ساعات تحب تعمل حمام بالبخار. فوالا هذاك هو اللي اخترته مي اختر معناها ما عادش عنده حتى طرف اكسجين يجي حتى الحمام من الباب من اللوط يحط له خيشه باش ما عادش يدخل الهواء الشباك مسكر. اي. شنو باش يصير هنا؟ اختناق. اختناق اكسيد الكربون وبالتالي هو ما فيش رايحه
ما فيش ولون، ما فيش واحد شيء، دونك ما فيق بروحه كان انسان الاعصاب نتاعو ما عادش يتحكم فيها، وبالتالي ما عادش نجم حتى يعيط، ما عادش نجم يطلب النجدة، يقعد معناه يتفرج في الموت بعينه. اللهم معناها واحد شنو ننصحوا لهنا في الحاله هذه؟ لا يراسيون ديما نقولوا احنا معناها ديما نخلوا شويه شباك محلول. انا ديما نخمم واحد ما يدخلش للحمام ويبدا ما ثم حتى حد في الدار. بالضبط، ديما تفقدوه في البيت مهما كان تفقدوا السيد اللي قاعد يدوش. يلزم معك حد في الدار، خاطر ثم ساعات واحد يدخل للحمام ويغلق الباب. ثم حاجه اخرى بالليل نعاودوا ناكدوا عليها، وسيد العقيد نجم يعطي اكثر ايضاحات. الى حد الان مازلنا العباد مش فاهمين ايش معناتها الزنزان. الزنزان هو كل عمليه احتراق غير كامله تعطي غاز او الاكسيد الكربون، معناتها كي تبدا الكانو، كي تبدا السخان بالبترول، كي يبدا سخان بالغاز الى غير ذلك، هذوما لازمهم الاكسجين باش يحترق باش يعطي السخان هذيك، الماده هذيك تتحرق وتعطي سخان. لكنك انت تقطع عليها الاكسجين باش يولي الاحتراق غير كامل وينتج اول اكسيد الكربون. الغاز اول اكسيد الكربون خطير جدا. الانسان ما يفطنش بروحه، يرى في نفسه بدا يفشل ومش فاطن بروحه، يرى في نفسه بدا يجيه النوم مش فاطن بروحه، ويولي يحب يرقد حتى كان يلزم في البان. وانا خرجت مره والله تاسفت برشا، مره مازلت كي عرست يمكن لها نهارين ولا ثلاثه، الرجل خرج مشى يخدم على روحه وخلى مرته وحدها في الدار. شنو هو المشكل؟ كي مشينا لقيش نلقاو سخان الماء اللي بالغاز في وسط بيت الحمام. كما قال سيد الملازم، تسكر الباب وتحط الخيشه من اللوطه وتسكر الشباك وتحط غاز اللي هو يستهلك برشا برشا اكسجين، ومعه البخار اللي هو باش ينقص من نسبه الاكسجين اللي في بيت الاستحمام، وتصير الكارثه كيف هذه بالنسبه لي هي العايب. اذا لهنا راهو من قواعد السلامه توفى من قواعد. علاش قلت لك؟ وحتى اللي يقعد تقعد عنده بعض الاضطرابات النفسيه او بعض الاضطرابات كما نقص في الذاكره، كما اوجاع بالراس، مزمنة تقعد له اشهر كم سنوات. لهنا راهو يمنع منعا باتا وضع جهاز تسخين بالغاز او الكانون او الواحد في بيت الاستحمام. لازم الانستالاسيون تكون لبرا ويونيكمون الماء سخون يدخل البيت الحمام. واللي سخنوا مثلا زاد الدار بالكانون باهي ولا؟ في كل الحالات انا قلنا كل الحالات لازم الكانون. الكانون بالعكس، هو الكانون هو فهم يستهلك كميه كبيره ياسر من الاكسجين. لازم كي تحط الكانون ديما الباب مشقق او شويه الشباك مشقق، سنتي ولا اثنين، سنتي ولا اثنين، مش معناتها باش يحل الشباك يقول لك انا مالاش ربحت منها، لا، وباش يحل حال سنتي ولا اثنين في الشباك او في الباب. وما يرقد الا ما يسكر، الا ما يسكت، كان هو مازال يشعل يصب عليه يرش عليه شويه ماء حتى يتسكر ويخرجوا من البيت. شر جان في الفار تقريبا 254 عمليه ناتجه عن حالات اختناق بول اكسيد الكربون. 254 تقريبا في شهر واحد هذايا، في شهر جانفي. احنا عندنا ديسمبر جانفي فيفري، هذه تقريبا موسم الذروه نتاع حالات الاختناق بالغاز او الاكسيد الكربون. قد يجيكم كل يوم من حاله؟ جينا تقريبا 254 قلت لك في شهر، معناتها تقريبا حكايه. وناتجه اغلبها على شنو؟ بالطبيعه اول اكسيد الكربون ناتج على الكانون. ونعطيه كومبرانسيب، انسان كيقول وسائل تدفئه وكل شيء يمشي للشمال الغربي او الوسط الغربي، يقول ولايات سليان، القصرين، جندوبه والكاف هما اللي فيهم اكثر حوادث. لكن ثلاثه ولايات الاولى برابور جان في الاحصائيات اللي شفتها هي سوسه، تقريبا سوسه بنزرت ونابل. صحيح. يعني والاكثر ناس معنيين بالاصابات بحوادث الاختناق باول اكسيد الكربون هما كبار السن. راجل كبير ومقعد والعائله نتاعو تخلي بحذاه الكانون وتخرج، ما ينجمش هو يتحرك حتى باش كيفاش يحس باش يدوخ، واحد ما ينجمش يعيط، وسجلنا اصابات اليمه في الموضوع هذا. اه نتداول الكانون نسخنوا به شويه. نذكر حاله هي معناتها غريبه نوعا ما، في طقس بارد بكدا، شيخ معناتها انسان كبير في العمر عايش وحده في وسط دار في بيت، طقس بارد برشا، شمشي عمل خذا برويطه حط فيها فحم حطب وشعله وحتى تحت الفرش على اساس كما ياكل معناتها يسخن برويته كي يحط بها بالنسبه للبني وحتى كل حطب هذاك هو دخلها تحت الفرش من عاش بتيت فرش وعالي الى غير ذلك حتى هكاك وهزوا النوم رقد عملت كي شعلت تحت والراجل تحرق الكل.
معناتها ساعه واحد يبتكر في طريقه معينه لكن ما يعرفش معناتها ما يجيش البال اصلا اللي هو تنجم تصير وتحرق السيد هذا معناتها. كذلك ثم نقطه اخرى بركه في بيوت الاستحمام يقول لك لا ثم لا دبوس قاد لا ثم جهاز تسخين ما ثم حتى شيء وقع في حاله اغماء نقص كميه الاكسجين في بيت الاستحمام نتيجه تكاثف وتصاعد بخار الماء. هذه زادة بالضبط خاصة في الشتاء برشا حالات ان ديما ماذا بينا ما تدخلش وحدك وما تبداش في الدار يبدا في الدار معاك شكون ثم والمهوي تبدا ولا حاجة خاصة بيوت الاستحمام تاعنا ديما صغيرة باش تسخن فيسا واحد. فكرة مغلوطة للأسف وساعات يدفعوا ضريبتها الناس في حد ذاتهم. باش نرجع لك سي شكري باش نتحدثوا على الحرائق الحريق في الدار. النار هكا ساعات ام باش دخل للفور تحرق يدها درجه اولى درجة صغير معناتها الكاسرول محطوطه معناتها على الغاز هو جبد اليد نتاعو والمراه خارجه لبرا اكزاكتومون ساعات يبدا زيت ساعات ماء سخون شنو هو اول الاسعافات الام تعملها فما ديريكتومون يدخل يده تحت الماء السباك. هنا التصنيف تاع الحروق يا دكتور معناها هذه مش احنا جيست باش نبسطوا في الحروق هذه في المنزل نلقاو اما حروق كهربائيه اللي ما تعملش نزيف بالعكس تبدا شاحبه صفراء كي لكن حروق خطيره. ياما حروق بالبخار الماء برشا مرات المراه طيب في حاجه تبدا سخونه سخونه وتهزك اللخطه هذيك يطلع لك البخار يحرق عاده تعطي حروق درجه اولى تحمار وتحرق برشا وتنتفخ شوي هذه دروج حروق درجه اولى. ومن بعد عندنا الحروق الدرجه الثانيه الانسكاب الماء الساخن او الزيت الساخن والزيت الساخن اخطر برشا من الماء خاطر يشد في وسط الجلده اللي كان الماء يتصب من هنا مدة الملاصقة للجلد تبدا قليلة بعض الثواني الزيت باعتبار التخثر نتاعو وانه يقعد اكثر كي يقعد اكثر دونك يحرق اكثر ويعطي حروق درجة ثانية عادة سيمهم ديفليكتين معناتها اكل فقاقيع معبين بالبلازما بمادة البلازما هذيك حروق درجة ثانية. الفقاع بالماء يبدا كأنه ماء هي حروق هو بلازما معناتها أوعية دموية اتلفت وخرج منه السائل هذاك وجاء تحت الجلدة ما نمسوهمش وتوا زيد ملازم زيد يعطينا فكره والحروق الدرجه الثالثه بالطبع ينجم يكون ناتج على كانون ولا مباشره مع المصدر هذاك يتحرق الانسان البقع هذيك الجلد يتلف او الانسجه او تنجم تكون حتى تفحم نوعا ما معناتها خذيت ثلاثه انواع نتاع الحروق حنبداو عندنا درجه اولى كما خاص الدكتور معناها تحمر تحرق برشا نحطوها تحت الماء متدفق سباله عادي لمدة من 5 حتى 20 دقيقة مثلا ناخذوا بالأمثلة حرق مثلا امرأة هزت الوحدة نتاعها بالبخار تنجم تحرق درجة أولى فهمتني تحط يدها مباشرة تحت الماء تحت سبالة عادية تعمل حتى شيء تعمل نحطوا دون ديفريز درجة أولى احمرار فقط احمرار ما عادش فما شوية حريق دونك ومن بعد بوت فارماسي كان موجودة في بالنسبة في المنزل ثم تاع الحروق دونك إذا كان موجودة تاع الحروق ما عادش بوت فارماسي فيها ولا كانت فيها نتاع حروق دونك مش موجود تيليجرام مش مشكل خذها عندك مثال هذه حبينا مش نعطيه بالتالي مثال كيفاش في كل دار بالضبط اذا كان عندنا تيليجرام هذه الحروق بعد ما نبردوها بالماء قلنا لمده 20 دقيقه طلفوها بك التيليجرام هذيك نتاع الحروق هذه درجه اولى الدرجه الثانيه هي تحمر تحرق ولكن مصحوبه بفقاقيع فيها سير بلازما اذا كان نبلت وفيها فقاقيع هذيك راهو نقيموها اللي هي درجه ثانيه شو نقولوا هنا عدم فقع الفقاقيع هذا كان فقعناها تولي معاملتها معامل جرح بسيطه عباره ولا عندي جرح يلزمناش نفقع دونك ننظفوها نحطوها تحت الماء نعمل له لمده 20 دقيقه تبرد من بعد ننظفها بالمطهرات كما الدكا اللي عندنا هنا او دكا انا حبيت نجيب لكم صندوق الاسعاف باش بعد نقول لكم راهو كل منزل لازم يكون فيه صندوق اسعاف وما فيهم برشا انواع وفيهم برشا تجهيزات من البسيطه الى صندوق اسعاف كامل اما جوست حبيت نذكر وانه كل منزل لازم يكون فيه صندوق اسعاف لو حب ذا حتى في المطبخ لو حب ذا في المطبخ بالنسبه للمنازل نجم نحطوا حتى اكستنكتور ما فيهاش موجوده هي ما فيهاش موجوده وقت يبدا المطبخ وثم كذا ساعات تشعل النار يبدا فهمت دونك درجه ثانيه قلنا هي مصحوبه بفقاقيع فيها سير بلازما عدم فقعها باش ما توليش نعملوها معامل جرح فاهمين درجه ثالثه اللي هي درجه خطيره برشا توصل حتى معناها للعظام نقولوا حتى تتفحم دونك درجه ثالثه لازم تدخل نهزوها للمساحه ولا هذيك ما نجمش ندخلوا فيها كمسعفين نلفوها مجرد لفيها مرة نغطوها على التعافر ثم نقل المصاب الى اكبر مساحه يعملوا دونتيفريس نو 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 هذيك موت كميه زي تتعكر الحاله نتاع الحوض يجبدوا قالب ثلج ويحطوه بالله في النقطه راهو في الاسعافات في الكوندوي في التصرفات في الاسعاف
احنا عندنا زوز انواع من التصرفات، ما يجب القيام به وما لا يجب القيام به. احنا ما يجب القيام به ديما نحكيوا عليها كش لازم تعمل. باش تاخذ لي انت مال البواطه فارماسي هذيك دكتور وتبدا تقول لي شنو يلزم يكون عندنا في الدار. اي شنو فيه مكوناتها؟ المكونات لازم يبدا عندك في الدار. انت نعاود نرجع انا توا راهو في الاسعافات من بين الاشياء اللي نقريوهم احنا الجماعه اللي يتابعوا في تربصات في الاسعافات، شنو الحاجات ما تعملهاش اما ما تنفعش والا تشكل خطوره. انا سمعت انا ديما في السؤالات في الامتحانات نعطيهم ديما سؤالات باش نشوف خاطر اون دي براتيك دون لا سوسيتي انسيسترال قديمه جدا ديما محافظين عليها. الور كل علم اثبت لي هي عدم جدواها او خطوره. اي تتصور انت واحد عنده جرح بليغ شي يحط فوق يهز شويه تراب يحطه فوق الجرح ويبدا يعمل كبش وقلي ولا قهوه تي هاو ذا جاب ذا انسان جاب روحه هذا مرض التيتانوس هذا معناته بعد يقول السيد هذا وزيد انت تدخلوا ميكروبيت اذا هذوما دي براتيك لازمنا نحيوهم. اكل عليه الدهر وشرب هذه ما عادش لازمنا تحط الدونتي فريز. انا نحب نسال السيد ويحطوا البن ويحطوا البن يحط اعطيني ما يكف الدم كمان هذا عندنا بعض المواد. انت وقت يبدا انسان عنده جرح نازف وتجي تحط له انت كعبه كومبريس ستيريل هذه ضميده معناتها بيبليسيتي هذيك لا مش بيبليسيتي دونك احنا هذه دونك نحطوا هذايا اللي هو ستيريل فما طريقه معينه نعلموهم ويجيب البقعه اللي تمسيتها ما لازمكش تحطها على الجرح لكن البقعه ستيريل وتجي تحط هذه وتلف. انت كي تلف هكايا ديجا النزيف يقف وحده بعد 3 إلى 5 دقائق بالنسبه للانسان العادي يقف النزيف وحده ماكش بحاجه لا تحط له لا بن لا تحط له لا تراب لا تحط اي ماده واحده اخرى. اذا الامور هذه الكل لازمنا نتفاداوها. الحرق يحط الدونتيفريس ليه؟ هاني قلت لك الحرق هو شنو؟ هو اتلاف الاوعيه الدمويه الصغرى والنسيج الجلدي. معناتها العرق يبدا يدور فيه الدم هكايا بقوه السخانه وانه اتلف يتحل هو يخرجك المواد البلازما من الاماكن نتاعو ويعمل كل. اذا انت ايش لازمك تعمل؟ تحطه تحت الماء الجاري من السباله من اللي كانت هي وصلت 40 ولا 50 ولا 60 درجه باش يوصل لك الاصابه هذيك انت باش تحط لها 120 درجه لمده 15 دقائق 15 دقيقه حتى تبردك البقعه. هي بطبيعتها اكل تلتئمك الجروح اللي احنا ما نراوهاش بالعينين لكن تحت الجلد تبدا تلتئم ويقف الاصابات تقف. لازم يكون عندنا قطن، لازم يكون عندنا كومبريس. القطن الطبي كومبريس ضمائد باش نجموا نشدوا اكل الفاسمات. احنا الفاسمات كما قال سيد الملازمه المطهرات فيما برشا انواع لكن احنا نختاروا الدكان اللي هو باهي حتى في كل جروح تحطه ما يحرقش. البيتادين البيتادين ولا دكان زاد كيف دكان كيف كالفيولي. نتفاداو استعمال المطهرات اللي هي ملونه كيما هذايا ميركورو كروم اللي هو الدواء الاحمر. هذا الدواء الاحمر ما نخليوه كان في بعض الحالات البسيطه في الامراض الجلديه ما نستعملوه خاطر اول حاجه ساعه لونه احمر غامق برشا ينجم حتى الطبيب من بعد ما عادش ينجم يقيم كما ينبغي كل البقعه تحمار ويصعب حتى باش يقيم نوعيه الاصابه والدواء المناسب الى غير ذلك. اذا نستعملوه كان في بعض الحالات القليله جدا في الامراض الجلديه نستعملوه عنده منافع نتاعو لكن نتفاداو المطهرات الملونه نتفاداو المطهرات اللي هي فيها الكحول. هو الجرح وانت تزيد تحط له فوق الكحول يزيد مصاب معناتها الاوجاع تزيد عليه كبيره برشا كما قال سيد الملازم الشاش الدهني او التول جرا الماده هذه باش تنحي الاوجاع نتاع الحروق هذه كيف الفاسمه اما تبدا فيها كيف هذه هي بيضه كيف هذه لكن فيها ماده دهنيه اللي هي سبيسيال صحيه مادة دهنية سبيسيال كيف هكا بالضبط لكن فيها مادة دهنية طبية مواد صيدلية حاسة بالحروق تحطها كيف هكا باش هي تبرد وتنقص الأوجاع وينقص لك الانتفاخ هذيك. وبالطبع ديما لازم يكون عندنا شوية مقص باش من بعد نقص به الفاسمات ولا نقص به هذيك مش نجيبوا سكينة ونبداو لا عاد احنا ملقاة خاطر في بعض احنا ما حكيناش احنا على الصاحي احنا ساعة في حادث معين طاح كاس تكسر جاء واحد ماشي دخلت له وكل الكزازة في ساقيه كان واحد يراه فك الجسم الغريب يشدوا بك الملقاة ينحيه ما راهش يلفها وينزل السبيطار ما يبداش يحرك فيها. احنا نلاحظوا برشا عباد ياخذوا مساك ويبدا ياخذ الجرح هذاك يبدا يبربش فيه. المساك مش مطهر ومش طاهر ومعناتها ينجم يكون متعفن ينجم يكون فيه جراثيم. اذا ملي يكون جرح بسيط يمشي يولي جرح متعفن.
صحيح. إذا نحن يكون عندنا ملقات، يكون عندنا مقص أطرافه غير حادة في الحالات، ويبدا سورتو البيبي الجلدة نتاعو اللي تري فراجيل، دونك ما لازمنوش نستعملوا المقص هذايا للجلد، هذا باش نقصوا به المواد. أما مش مجعول باش نقصوا به حاجة خرجت من الجلدة ولا صحيح. جلدة ميتة، لازم أطراف غير حادة ما تجرحش بالكل. ما تجرحش. إذا هذايا احنا نقولوا في كل منزل، ماهيش راهم مدويات راهم. في كل منزل لازم يكون هنالك صندوق إسعاف. والصندوق الإسعاف يكون ظاهر للعيان، مش يجي يخبيه فوق الخزانة من الفوق، نهار اللي حشنا به لوج عليها ما يلقاهاش. إذا حبذا مصعف في كل بيت، يا حبذا يا حبذا مصعف في كل بيت، مصعف في كل بيت، مصعف في كل بيت، متكون في الإسعافات. اها احنا عملنا اللي علينا اليوم، ورينا للسادة المشاهدين وحتى اللي ما يتفرجش توا الصباح ينجم يتفرج في الإعادة العشية، والا يشوفنا على صفحة اليوتيوب والا في الباج نتاعنا اسباس فامي، يشوفوا الحلقة معناتها مهم برشا. وإن شاء الله إدارة الحماية المدنية تتعامل معنا، نجموا نخصوا على الأقل، احنا موجودين من الاثنين للجمعة مرة في الأسبوع، يكون حد من الإسعاف معناتها من الحماية المدنية يكون متواجد معنا. أنا بلاي جوست نحب نعطي أنا معناتها برشا عباد يتسألوا شنو هي التجهيزات نستعملوها في الإسعاف في الحوادث المنزلية. هو أصلا في المبدأ الحوادث المنزلية ماهيش مدارس ولا مؤسسات مفتوحة للعموم وأي مصانع باش نحطوا تجهيزات في الحيط نستناو حتى واحد يصاب. عادة أخت صندوق الإسعاف ما نلقاوش حاجة كبيرة. إذا كان فما إسعافات أولية باستعمال المواد الموجودة بالمنزل. نسميهم ماتريال دو فورتون. احنا باش نخموا شوية كي نفهموا المبدأ نتاع الإصابة. نعرفوا كيفاش نستعملوا هذا. مثلا نعطيك مثال كسر بسيط. مثلا نعيطوا الهيكل نعملوا كسر علاقة بسيطة. أي هيكل هيكل. مثلا الفولارة. فولارة نجموا نستعملوها كأداة لإسعافات أولية في المنزل. عادية جدا. هذا كان عنده بعدين من عينه كل شيء. أنا هي قلنا اليد نتاعو بعيد عليك، قولوا بعيد عليك، قولوا بعيد عليك الشر. إن شاء الله دورك شوية، دور ليك شوية، لطف عليك هيك حطوا دوك شنو نحب نعطي نتكلم دكتور نحب نعطي بلي جوست تعليق سيد ملازم. في الدار تصير برشا أنواع من الكسور، وعادة بالنسبة للكهول كسر على مستوى عظم الفخذ وهذا خطير جدا، هذا لازمنا نردوا بالنا عليه سورتو الكبار اللي عمرهم 65 و80 سنة. وبالنسبة للصغار أو الكهول يزلق في الزيت ولا في ماء او في مواد موجوده على القاع او في الدروج، كي يتيح يتيح على يده كيف كي تتكسر اليد على مستوى المعصم لهنا او في الثلث الاخراني نتاع على مستوى الساعد. والمصاب ما غير ما يشعر باش يولي يشد يديه كيف هكاين، احنا باش نقصوا عليه الاوجاع. اول احسن حاجه لاسعاف الكسر هو تثبيت الكسر، كي ثبتوا الكسر تنقص الاوجاع ما نقولش تتنحى، والمصاب يولي مخيف. نعم. اذا في الحاله هذه باش ما يقعدش المصاب شادد يده كيف نكيكه والاوجاع قويه. لا باش تعاود لنا سي شكري. ناخذوها فولاره عاديه. فولاره عاديه. فولار حط يد المصاب هكا بشويه هكا، هو توجع ديما تلقاها على باش اقل حركه ديما نعملوها ما نقووش على المصاب نتاعنا. بعد شويه بسالش قدام القعب باش نعلقوا له يده. هذا شنو نجموا نعملوا احنا في الديار؟ احنا في الديار باش نهزوه للمستشفى. هذه كالمرحله الاولانيه لين يوصل للمستشفى. على باش يدو تقعد ستابل، سهله برشا عمليها. هاك هوني ما عادش شد عليك ما عادش حد شيء، سهله برشا. نشوف ندخلوها لداخل من هونيا انا بحاجه بسيطه بفولاره عملت له علاقه تسموها علاقه بسيطه تجبير وقتي للكسر بالساعه. باش ناخذ لا قدر الله دكتور كسر في العضد نتاعو، دونك هذه لازم تكون موجوده، لكن باش نعمل واحده اخرى معاكسه. باش نثبتوا له جيتو كامله ما عادش يتوجع، ما يصيرش مضاعف خاطر توجع برشا على مستوى هنا تخفيف للالام والحد من المضاعفات. أيه. شوف هكا باش نجي ديما يده هذيك نخليها ديما ظاهره للمعاينه، سوابعه تمشيش قواري وتزرق ولا حاجه ديما نعاينوها من السوابع. نربط من هونية. أما كالعادة نجي من هوني نثبت على يد كاملة ما عادش تتحرك بالكل هنا ما عادش تصير ما عادش تصير لا مضاعفات ونقصوا له حتى من الأوجاع نتاعو. حتى في النقل يكون مريح بالنسبة ليه. حتى في النقل مرتاح ما يمشيش حتى في سيارة خاصة مش أمبولونس ينجم يمشي مرتاح خاطر كوسولك من هكا نجم نهزوه في سيارة خاصة دونك يده ما يطلبش ثلاث ساعات. فما زاد خلع الخلع
هذا الحلو هذا. وكيفاش تعرف خلع والا كسر؟ بالمعاينه دي من عينه اللي صار نتاعنا شو معناتها؟ خلع معناها فك يعني هذا آه. شخر معناها عدم تطابق اللحوم نتاعو. تخرج كتفوتي. ليش ما يرجعوها في ساعة؟ لا مش ليش. لا لا ما ترجعش في الاسعافات، في الاسعافات ما رجعوهاش. ما رجعوهاش في الاسعافات. في القسم الاستعجال. في مضاعفات خاطر. احنا اللي لاحظوا زاد في بعض الـ في الـ في الملاعب صاروا العديد كيف نكايه خطيره جدا، وانه يجي المصاب يبدا نرقدوه في القاعه ويجي الاخر يشدوا زوز واحد صحيح. يشد المصاب والاخر يشد له يدي ويجبد له بالقوي باش ترجع لبقتها. صحيح هي ترجع لبقتها، لكن يكسر له غضروف لهنا يخلي له كل ما يعمل حركه كيف نكايه تخرج من بقتها. إذن الريدكسيون دون فراكتور دون فراكتور ولا فاكتور لوكساسيون ولا لوكساسيون ما تتم الا في قسم الاستعجالي بالبنش. هذه قاعده من عدم ارشاع كل واحد التخلع في الدار شنو نعملوا له؟ نجي نحط يده فوق شويه تو معاش هنيه نجي بشويه بشويه ديما نشدوا من المفاصل هكا ديما كنحركوا نحط يده فوق شويه بما انه كتفه طايح نقولوا احنا طايح نخدم الدارجه نجي نحط حشو تحت الابط هنيه. هذايا بالنسبة للعملية للكتف على هذلك خلع بالكتف ثم خلع باش نجي شوف سهلة برشا باش ندخل هذه هكا نربط الفوق هزيتو يدو الفوق شوية باش تشد الكتف هو بطبيعته الخلع الخلع بالكتف يخلي الإنسان يرجعها هذه هكا كلها تم عملية الضغط هنا الكتف نتاعو يقعد صابر ديما تخفيف للآلام والحد من المضاعفات هاك دور هكا كتفو تشد هنا مقالي من هنا دور هيك شوي على خاطر توجع برشا توجع برشا خلع يبدا ستابل المريق يمشي معناها في نقل مريح سيد ملازم توا انا حكيت على السبارادرا لصق المصبغ مصمغ واللي انسان عنده جرح في يده ونحط له كومبريس لا لا يجي دقيقه دقيقه واحده باش نجي لا 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 ادفع عليك بالنسبه قلنا الجروح بالاطراف وبالباقي الجسم نجموا نتلاو بهم ننظفوهم نحطوا سبارادرا لصق مصمغ الى غير ذلك ولا كما نجموش نحطوا بونداج ونشدوه لكن كي يبدا واحد عنده جرح بالراس انسان تجرح على مستوى الراس وتعرف السبارادرا ما يشدش في الشعر وانسان ينزف شنو نعملوا له؟ ناخذوا اذا كان جرح معناه من في الخلف شعره بالجيل من هنا اذا كان عنده جرح من الخلف مخفف الالم يا دكتور إذا تلاحظوا بفولارة اللي هي مواد موجودة في الدار علاش؟ علاش قلت جروح من تالي أنا؟ جروح من تالي باش العقدة اللي عملها عقدك هكا مانيش باش نكبس عليك العقدة تجي من قدام باش ما نجيش على الجرح ونعمل نكبس له واحد العقدة تجي من قدام باش ما تزيدش الوجيع بالنسبة للمصاب نعمل العقدة نتاعي من قدام من هوني فهمت؟ ينجم يخفف النزيفة بالطبع يوقف النزيف مش يخفف يوقف النزيف كاريمون ونعرفوا اللي الجروح بجلدة الراس ناس برشا لا 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 عاد ما قلنا لا بن شوكولاته اذا كان العكس الجروح من قدام دونك العقده تجي من تالي من الخلف نعمل العكس نولي العقده بالخلف من تالي باش ما ننزلش على الجرح هذاك يعطيك الصحة هيك انت انسان ولا اروع شكرا لك بارك الله فيك بارك الله فيك هيك يعطيك الصحة سي شكري العيار طرابلسي سي محمد رضا اعراب رئيس الإدارة الفرعية للإسعافات وطب الكوارث شكرا لك ايضا سي صالح باش تخلي لك كلمة النهاية بالتأكيد رئيس قاعة العمليات المركزية بالحماية المدنية يعطيك الصحة بارك الله فيك مع الدعوة حبيت باش نذكر ودعوة هذه هي زاد لكافة المواطنين يوم الأحد القادم 1 مارس 2015 عندنا الاحتفال باليوم العالمي الحماية المدنية كافة الوحدات الجهوية متاعنا أبواب مفتوحة العديد من العمليات البيضاء توزيع العديد من المطويات العديد من الحملات التحسيسية والتوعوية العديد من التظاهرات الرياضية زاد عندنا تظاهرة رياضية سباق العدو من أجل حماية يمارس الرياضة هذا إن شاء الله النهائي متاعه في منتزه فرحة حشاد برادس يوم الأحد كذلك عندنا زاد ألعاب برشا امور ترفيهيه وتثقيفيه واح في منتزه رادس مرحبا به بالناس الكل وهي فرصه باش يكتشفوا الحمايه المدنيه اللي ما يعرفهاش وجرب زيد شويه اسعافات اوليه احنا ماذا بينا كل مره في الدار تعرف شويه اسعاف ان شاء الله ان شاء الله من وراو البرنامج نعاود نقول لكم برنامج ماهوش صعيب راهو الاسعافات ماهيش طب هي الاسعافات كيفاش تاخذ مواطن تعلموا بعض كما كنا نحكي فيه مبادئ اساسيه في الوقايه الذاتيه وين علموه كان صار كيفاش يتفادى الحادث كي صار الحادث كيفاش يتعامل معه شكرا لكم يعطيكم الصحه ان شاء الله كل مره يجي بحذنا حد من الحمايه المدنيه يوري للساده المشاهدين هكاك المعلومه تكون واصله اكثر شكرا لك سي صالح سي رضا وسي شكري نمشي والالبوم صور تلقوني في الدوزيام بلاتو مع لي كرونيك
بلاتوم تاعنا مع هيكل ولبنى ورحبوا بعفافة بوصباح مدربة في التنمية البشرية. شكرا ليك على الحضور ومتحصلة على الرخصة الدولية في التدريب. واضح. شكرا ليك عفافة. ما ننسى كل شرفني حضوركم في ديريكت. أول مرة يكون لي حضور هذايا. سعيدة بتواجدي معكم سيرتو باش نحكيو على موضوع هام جدا وهو الطاقة. قبل ما نبداو نحب نرحب بالسادة المشاهدين ونقول لهم صباح الخير والتفاؤل. إن شاء الله اليوم باش نتحدثوا على الطاقة والطاقة الإيجابية، كيفاش تجبد الطاقة اللي عندك من داخلك وتطوحها وتكون طاقة إيجابية وتنظر بالحياة بكل إيجابية. هذه تنشوفوه مع عفاف بوصباح. نبدأ معك لبنى. لبنى لبنى نبدأ معك في يكبر في حضني. نشوفوا لبنى شنو قدمت لنا اليوم. يكبر في حضني باش نحكيو اليوم على مكانة الأم بالنسبة للطفل. نعرفوا اللي المكانة هذه كبيرة ياسر وما ينجم يبدلها حتى شيء، ولكن ساعات صغير نحبوا نخلخلوه، نحبوا هكا نجربوا قداش متعلق بأمه. باش نتفرجوا على ذاك اليوم في فيديو عملوها كاميرا كاشي، كاميرا خفية للصغار. قالوا لهم اش قولك كان نبدلوا لكم نهار أمكم شنو تعملوا؟ وكانت كالعفوية في الإجابات والضحكة اللي ترسمت على ومش تترسم هي على وجوهنا كيف نتفرجوا في الفيديو تلخص في كلمات في ضحكات في تلخص قيمة الأم بالنسبة لصغيرات هذوما. هات نشوفوا الفيديو ونشوفوا ردة فعل الصغار كي نقولوا لهم نهار كان نحيكم أمكم شنو تعملوا. شوفوا الفيديو. الصغيرات هذوما قالوا لهم نقعدوا نتبعوا في الصور، حبوا يعملوا عليهم تجربه يقولوا لهم كان نهار نبدلوا لكم امكم شنو تعملوا. واحد يقول انا ماماتي نحبها برشا برشا، والاخر يقول انا ماماتي تعمل لي كل شيء ما نجمش نستغنى عنها عليها. واحد قال هيك انا ماماتي تعمل لي كعبورات لحم ولوبيا وجبد شويه حاجات من الاطباق اللي تحضرهم امه. وهذه هي معناها نكهة الصغار. كيفاش إذا كان نرجعوا للفيديو كان نرجعوا للفيديو بالصوت باش نحكوا لهم الصغيرة شنو يقولوا. صبر 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 صبر. علاش تحبها أنت ماما؟ جيب لي جاتو بالشوكولا ديما. أحبك كثيرا لأنك شنو تحب قد شنو؟ قد الدنيا. صبر 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 صبر. علاش تحبها انت ماما؟ جيب لي جاتو بالشوكولا ديما. أحبك كثيرا لأنك ايه خاطر تصبه لي برصة عملي كل شيء طيب لي لوبيا وكعبور كده خلتني كرش ورباتي خاطر هي اللي ولدتني وهي اللي تجي وهي اللي تجي ورباتة كلية خاطر حد ما نجي أخو بقعد مع العادة العادي وتشري لي وتربط لي صبات وتعملي كل شيء. تهدي لها هدية سبايدر مان قوش بالألوان الغامقة. بدلني انا ماماتك. ما بدل. تحب تحب انا عندي
ليه؟ ليه؟ ماما دونك فيديو معبره ياسر وصور معبره ياسر، ويقولوا الحقيقه ديما تخرج من فم الصغير تعبر على قيمه الام بالنسبه للصغير. الام ما يبدلها حتى واحد باللي تكون العلاقه قريبه مع البو او مع الاخوه، ديما الام تقعد هي عندها نفس المكانه مهما كانت، مهما كانت مستواها او مهما كانت عندها فلوس ما عندهاش، تخدم ما تخدمش، ديما تقعد الام مش بالضروره تعمل كيما الصغير قال لوبيا ولوبيا وكعبر. دونك نشوفوا بساطه الصغير كي يجاوب الأم في كل تجلياتها وفي كل حالاتها، نحبوها ديما كيف ما هي. وفاطمة خليني من اللي بدينا الحصة ما وجهتش تحية لمامات فما برشا ناس يقدموا في تحيات وفي إهداءات لأمهاتهم. ميساج باش نقرا نجم الدين صدوري يقول نحب نقدم تحية لأمي سلامة وإلى سالمة، كان قريت تصحيح معناتها يكتبوا بالفرنسية وميمتهم بالعربي، الخويا مروان وأختي هندة. نجم الدين هكا قدمت لك الإهداء نتاعك، بعث لي يجي 10 بيبليكاسيون على المير. باهي يا نجم الدين، شكرا ليك وشكرا للتواصل والتفاعل معنا. يعطيك الصحة لبنى، يعطيك الصحة لبنى. أمك يظل يتفرج فيك اليوم وكل إهداءات نتاعك وصلت، وكلنا نقدموا تحيات وإهداءات لأمهاتنا باش نجيك عفاف، باش نعطيو شوية طاقة إيجابية للناس. كيفاش اليوم نغيروا من نظرتنا للواقع؟ ساعات يكون واقع مادي، ساعات يكون واقع صعيب، ونكونوا متفائلين. شنو هما التمارين اللي نخدموا عليهم؟ هو قبل كل شيء نحب نفسر للشاد المشاهدين شو معناها الطاقة. وفي نجم نلقاه أقرب شيء نجم نلقاه فيه الطاقة. هي طاقة شيء غير ملموس وغير محسوس، حاجة غير ملموس وغير مرئي، عبارة على هالة ولا طاقة ضوئية تكون موجودة نلقاها في الجسد نتاع الإنسان. كما كنا نشوفوا في الفيديو هذايا، معناها فيديو فيه برشا طاقة اللي فيها الأطفال، وطريقة حضن الأم الصغير هذيك فيه طاقة إيجابية كبيرة برشا. شنو اللي يخلي عباد عندهم طاقة إيجابية وعباد تلقاهم عندهم طاقة سلبية؟ وشنو اللي يخلينا معناها تحب طاقة نحبه نمشيو للعباد اللي عندهم الطاقة الإيجابية هذيك؟ قلنا ماذا بينا ما يفرقوناش، ماذا بينهم نقعدوا بحذاهم ويعطيونا برشا هدوء وطمأنينة. وفما عباد سلبيين تلقاهم ماذا بينا ما نقعدوش بحذاهم، ماذا بينا قلق، ماذا بينا ما نقعدوش، ماذا بينا ما نكلموهمش. هذاك هو اللي يقول لك واحد يقول تخرج عليه الطاقة، خاطر الطاقة من داخل تخرج لبرا، واللي هي عبارة على كل مغناطيس للجسم. هذا ما يسمى الطاقة، هي حاجة غير مرئية. ساعات تقعد بحذا إنسان تحس بطاقة كبيرة، تحس بروحك منشرحة وسعيدة، وساعات تقعد بحذا إنسان يعدي لك التعاسة والحزن. اكزاكتلي. تضحك هيك. بالحق، وكي نجي نفسروا شنو المولد الطاقة وشنو لو دينامو نتاع الطاقة هذيك، هو التفكير. هو تفكير الإنسان، هو تفكير الإنسان الحياة اليومية، هو تفكير الإنسان الحاجات اللي تعرض لهم. كل واحد منا يتعرض في حياته برشا مشاكل، برشا متاعب. ما نحبش نقول مشاكل، خلينا نقولوا مشاكل، خاطر فما شكون انسان ايجابيين ياخذوا، فما انسان ما نقولش انسان يقول انا ناخذها كتحدي. هذا يجيني هذا المشكله، خلينا نقولها تحدي باش تخليني نقدم. تولي بالنسبه لي في الخبره نتاعو وفي الذاكره نتاعو تحدي، وكانت له خطوه للنجاح. بالنسبه فما نوعيه من الاشخاص الاخرين اللي تكون عندهم يقول اوه من نجمش، لا استطيع،
ديما تلقاه متشائم، حتى يحب يجرب مره اخرى يقول لا ماني كانت عندي تجربه سابقه وفشلت فيها. هذا هو اللي هو يقول طريقه تخزينه للمعلومات. ونحب نقول ان الانسان هو شنو الانسان في حد ذاته، هو عقل جسد روح واحاسيس. والاحاسيس هو القوه الداخليه وهي اللي تحرك الانسان نحو الهدف نتاعه. كان فما عندنا مثلث مرسيدس عطيت الخيين كان يحطوا هنا اللي هو يزيد يفك يخلي يفسر لنا اكثر نفهموا مع بعضنا شنو هي فرضيه مرسيدس ولا نموذج مرسيدس. تنشوفوه يحضر في حياتنا نموذج شنو يعني مثلث هو اللي هو كما اسمه على جسمه هو مثلث مرسيدس اللي فيه التفكير والاحاسيس والسلوك. نعم. مثلا كيبدا انا تفكيري ايجابي مش يكون عندي احاسيس ايجابيه مش يكون عندي سلوك ايجابي. نعم. مثلا ناخذ مثال مثلا توا برشا عباد تلوج في الخدمه. كثير من الناس تلوج في خدمه تلقاها يلقى مثلا عرض في جريده يقول لي انا هما طالبين هكا وطالبين هكا وطالبين هكا وطالبين هكا اما مش يقبلوني. فما عباد اخرين تستحق. صحيح. هذا ما هذا هو اللي كنت نحكي عليه، هذا هو كيف ورينا هذا شنو يصير في داخلنا. هو اللي يكون احنا عنده تفكير النفس البشرية من داخل تفكير داخلي يولي عنده شعور داخلي وبالتالي يتمثل في سلوك خارجي. هيك يعني يبدا تفكير داخلي وشعور داخلي ويتجسد في سلوك خارجي. معناتها انت كيما ما تفكر وكيما ما تشعر دونك تتصرف. هو مش تكون عندك انت تفكر ايجابيا مش يكون عندك تصرف ايجابي. كان انت باش تفكر بطريقه سلبيه مش يكون عندك تصرف سلبي. نعم. هذا هو ما يعبر عليه بالنموذج المرسيدس. واحنا يلزمنا نتحكموا في توسكي تفكير وفي توسكي خاطر تحب نسال سؤال هنا سامحوني شكون هل الافكار هي اللي تتحكم فينا ولا احنا نتحكم في الافكار في افكارنا؟ من المفروض هو الانسان هو اللي يتحكم في افكاره. لا هو المسؤول على كيف تقبله الاشياء والتحديات اللي يعرضوا في النهار ويحطهم خاطر في النهار تتعدى علينا مثل فكره. فما ساعات عفيف واحد يقوم الصباح يقول اليوم نهار اثنين باش نبدا جمعه كامله تعب وروتين وخدمه اللي يقول للروح معناتها هكاك في الصباح شنو ينجم يصير له؟ كيفاش يعدي نهاره؟ يتعدى نهاره كما هو حاطه ما دام هو حاطه نهاره متقلق صباح متقلق مش يعدي نهار متقلق خاطر عطاه الروح احاسيس سلبيه. لهذا معناه تو من بعد نحكيو على شويه تقنيات اللي هما اعطيني التقنيات هذا شنو حاجتي؟ بتحب نمروا ديريكت من التقنيات؟ صحيح احنا الكلنا كل واحد فينا يعدي نهار تعب الله اعلم بيه اللي هو بالكهرباء سيركيلاسيون في الكياس اللي خذا الميترو مش يوصل اللي برشا عباد تاخذ برشا حاجات معناها تنقل معناها وسائل نقل ويوصل ما يوصل للبيرو تعب ما يروح للدار تعب. ربي سبحانه اعطانا حاجه هايله برشا اللي هي الصلاه. صليت من مزايا مش مزايا من الحاجات اللي لازمها تكون موجوده في الانسان خاطر ربي كي اوصانا بالصلاه عندها ميزات ومعناها وفيها كيف نقولوها منافع وهي تخلينا مش نفرغوا الشحنه السلبيه. نعم. كيفاش؟ افتوا الاطباء سبحان الله اللي في حاله السجود الدم يهبط غاديك التساق الجبين بالقاع وتقرب الانسان الى الله بالدعاء كل شيء يفرغ الشحنه السلبيه وتولي عنا شحنه ايجابيه. صحيح. هذه من حاجات اللي تخلي الانسان يكون شوف معناها احنا كنصليو خمسه معناها نقوموا بصلواتنا الخمسه معناها شو سبحان الله تتجدد يومين على طول اليوم طاقتنا تتجدد يوميا. حتى الدورة الدموية في جسم الإنسان تدور معناتها يتم إيصال الدم حتى للرأس في عملية السجود وهذيك تكون عندها منافع كبيرة بالتأكيد تخلي الأكسجين يدخل للرأس أصلا.
الشيء الثاني اللي هي الرياضه. شكون ما يحبش الرياضه؟ حتى كما عندناش امكانيه نتاع الرياضه نجم حتى مشي. المشي تفرهد هذاك، تخلينا مش نخرجوا الطاقه السلبيه ونشحنوا روحنا بالطاقه الايجابيه. التامل، سبحان الله، ربي خلق لنا السماوات والارض والطبيعه والخضار وعطانا كل شيء مش نتاملوا فيه، هذاك يزيد يعطينا الطاقه. باهي كي واحد معناها يمشي ساعات يختلي بروحه ويقعد في قعدات نتاع تامل، هذيك من الحاجات اللي تزيد الانسان يتاملها، وانا ننصح برشا ناس يقوموا بها التمرين هذايا حتى على القليله مره في الجمعه. التامل هكا يقعد يتفرج في مناظر طبيعيه، يمشي يشوف الاخضار. صحيح، بالمشي معناها هذيك تخليه يخرج، مش ما نقولوش يمشي يعمل يوغا خاطر فما عباد ما بون اليوغا تو مره نجيبوا بعدين شكون يعمل يوغا في البلاتو يوريكم التكنيك بالضبط. فما حاجه اخرى، طريقه التنفس نتاعنا، طريقه التنفس نتاعنا ماهيش طريقه صحيحه. تعرفوش اكثر واحد يتنفس صحيح شكون؟ شكون؟ هو البيبي. علاه؟ خاطر يتنفس من كرشو. تو سامبلومون يلزمنا كي تنفسوا ما نتنفسوش من الصدر، معناتها نجبدوا له ماكسيموم ونمسكوه معناها مده ونخرجوا كزفير، كاننا نتخيلوا في رواحنا واحنا ننفخوا على شمع. هذاك نسيبوا الهواء بشويه 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 بشويه، هذاك يخلي الاكسجين يزيد يطلع اكثر للعقل ويخلي حتى الناس الكل تعمل التمرين هذا. نعملوا جيست تجبد الهواء. هو التمرين هذا يعملوا حتى في المسرح عفاف، لانه يساعد على التركيز كما قلت، يساعد على الطاقه ويساعد على وصول الاكسجين للدماغ اللي يخليه يولي يفكر اكثر. الملاحظات اللي قلتهم ياسر، مازلت حاجه مازلت باش نقول، مازال خمس دقائق باش نقول حاجه اخرى. دونك قلت الصلاه، حكيت الرياضه، التامل، التنفس، زاد كي تبدا عندنا حاجات تقلقنا معناها مش لازم نلغيوها، نقولوا خبره وتعديت، مش لازم نعاود نستغل من الخبره هذيك الحاجات الايجابيه، خاطر في كل حاجه لازم يصير لنا حاجه خايبه ننساوها في ساعه، لازم تكون عندنا حاجه ايجابيه، ناخذوا الجانب الايجابي من كل حاجه. فما تمرين زاده نجموا نعملوه ساهل برشا قبل ما ترقد ساعه. اول حاجه قبل ما ترقد ما تحاولش تتأنب روحك ولا تجلد روحك، هذاك يولي لك عندك طاقه سلبيه. ساعه كونتخيغ تشكر روحك، تشكر روحك على النهار اللي عديته، تاخذ حتى مذكره صغيره تقول اليوم يا غوي عاونت واحد، حتى ساعات صديق، تذكر الحاجات الباهيه اللي عملت، صدقت تكتبها حتى في مذكره، تكون عندك مذكره تكتبها وكي تحلها يوميا تطلع على الحاجات اللي عملتهم وتحس روحك. والحاجه مهمه جدا مهمه جدا مهمه جدا اللي هي لازم تكون عندك هدف في حياتك، هذا اللي باش يعطيك طاقه وتخلي تكون عندك تكون تبدا تكون عندك رساله وتحب الرساله هذيك توصل لها وتجزا الرساله هذه رؤى واهداف، وهذاك اللي يخليك يزيد يعطيك طاقه ايجابيه. وحاجه التوكل على الله واليقين والايمان، هذوما الحاجات. يعطيك الصحه عفيف بصباح، سامحني الوقت يزرب فينا، هيك الجزء نتاع نفسيتي بالدنيا اليوم مش نتحدثوا فيه في عجاله دقيقه عنا. ثم امكانيه باش نقول لك فاطمه ما نجمش نحكي في موضوع اليوم بعجاله. نحب نشكر عفيف على الطاقه الايجابيه اللي قدمتها وعلى النصائح خاصه، والتاكيد ربما اللي هما النصائح مهمين برشا سهلين في التعامل نتاعهم، لان نجموا نعملوهم يعني في كل يوم. التمرين اللي قلت، التنفس، الصلاه، التامل، اليقين والرياضه، هم حاجات نجموا نعاونوهم. ربما من الحاجات اللي حكينا على الحوادث المدرسيه وانا المنزليه انا كنت عرضه لل شيخو علي في الفيسبوك، لطف عليك هيكم. ايه الحمد لله، نحب نطمن والدتي والناس اللي شاهدوا فيا ولا بيت، هذاك مجرد تمثيل باش نعاونوا الناس اللي شاهدوا فينا. مره اخرى نذكروا الحوادث المنزليه ومن الاشياء اللي بسيطه تعرضنا كل يوم وما تنجم حاجات تخلفهم خايبين، هذاك علاش نحاولوا نتفاداهم قدر الامكان ونكونوا ان شاء الله ايجابيين كما وصلتنا عفيف. نحاولوا نقوموا بالتمارين اللي قالتهم لنا عفيف واللي هما سهلين. شو اخر فاطمه قبل ما نكملوا؟ انا يلزمني نختم. شكرا لك انت هيكل، شكرا لك لبنى، شكرا لك عفيف بوصباح مدربه في التنميه البشريه. نعم ان شاء الله ان شاء الله كل مره. تحب تقول حاجه؟ نحب اول حاجه بالحق نحب
نرجع شكري الكبير وحبي الكبير لبابا ولامي خاطرهم سي غراس ا او كو جو سوي لا. نحب زيد نرجع شكري الكبير لعائله رؤي والكل من وصلني شكرا. كان النموذج اللي وريته عفيف اكثر حاجه حسيتي بانشراح حول المرسيدس. شكرا لكم. شكرا لكم الناس الكل. ان شاء الله حلقه اليوم نالت اعجابكم. تنجموا تواصلوا معنا عن طريق صفحه الفيسبوك اسباس فامي والى الايميل اسباس فامي تيغريغ ميل بوان كوم. ذكر السادة المشاهدين راهو مش تبعثوا تصور البارح وتقولوا تحبوا تتحداوا غدوه. عندي قرابه 1500 تصويره مازلت في الانتظار، مازلت ما تعداتش. دونك التصاور الكل اللي وصلت باش تتعدى، لكن هاني قلت لكم غدوه الجمعه من غدوه باش نبداو نبارتاجيو في الصور اللي تهم مواضيع معينه. معناتها نحط لكم تيم نتاع الصوره وانتم تبارتاجيو الصور حسب التيم، بالتاكيد هكاك تسهلوا علينا وتسهلوا على رواحكم. شكرا لكل من ساهم في رسم صوره طيبه، نرجو ان تكون قد نالت اعجابكم. اليكم منا كل الحب والى اللقاء.